السلام عليكم جميعا وشكرا جزيلا لحضوركم الورشة بعنوان Community Pharmacy Abroad تقدمها اللجنة العلمية بنقابة الصيادلة ونستضيف اثنين من أروع الصيادلة دكتور محمود فؤاد من النرويج ودكتور سامر عباس من الولايات المتحدة. وقبل ما نبلش أحول المايك إلى رئيس اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة الدكتورة منال محمد يونس. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا دكتور علي، ورحب بجميع الزملاء ويانا بهذا اليوم، ونشكر ضيوفنا على قبولهم الدعوة وعلى وقتهم، وإن شاء الله تكون يعني الويبينار خلينا نقول يكون productive في سبيل أنه نطلع بتوصيات تفيد المهنة مالتنا بإذن الله تعالى. ويانا اليوم دكتور محمود زميلنا صيدلاني اختصاص، كان ويانا هنا بس انتقل إلى النرويج، وحاليا اتوقع بعدين رح نحكي التفاصيل اللي تخص البايو مالته بالضبط. وايضا ويانا دكتور سامر عباس، هواي من زملائنا ايضا يعرفوه بهذا المجال، حاليا في امريكا ويشتغل بوحده من الكوميونتي فارماسي. حتى اعرفكم بالزميل الدكتور علي عزيز، ولا هو غني عن التعريف، تدريسي هو حاليا في كليه الصيدله جامعه بغداد، عضو اللجنه العلميه وخريج حاصل على شهاده البي اتش دي في الفارماسيوتيكال سوشيو ايكونومكس من جامعه ايوا بامريكا، وايضا حاصل على شهاده الماستر بالفارماسيوتيكال سوشيو ايكونومكس من ايوا، وحاصل على شهاده الماستر بالكلينيكال فارماسي من جامعه بغداد، وعنده ايضا ماستر بالببليك هيلث من اليونيفرسيتي اوف ايوا. كثير من الببليكيشن عنده ما شاء الله، يعني سجله حافل بالببليكيشنز، وايضا في نفس الوقت يعني ريفيور كلش قوي، يمكن اكثر راح تصل 100 ريفيو، مو بالله دكتور علي 110 وصلت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سعيدين جدا دكتور وجودكم ويانا، واوفر تو يو دكتور علي، نرحب بالجميع. شكرا جزيلا دكتوره منال عيني رئيس اللجنه العلميه نقد صيادله. بالمقدم احنا طبعا هاي يمكن ثاني ويبينار تقدمه اللجنه العلميه نقد صيادله، وان شاء الله احنا مبلشين بهاي السيريز. ارتئينا انه يكون الموضوع مالتنا اليوم الكوميتي فارماسي ابرود. حقيقه ردنا ناخذ نظره على البراكتس الاوفرسيز، واليوم راح نبدي بالصيدلاني المتالق محمود فؤاد، بكالوريوس صيدله جامعه بغداد عام 2007 وماجستير صيدله من جامعه ترومسو بالنرويج 2017. عمل فتره في صيدليات بغداد مستشفى الكندي، وعمل في النرويج في صيدليات كصيدلاني ومدير صيدليه يعني فارماسي مانجر، وايضا عمل كمسؤول عن تطوير برنامج يستخدم في الصيدليات لخدمه تعبئه الادويه نسميه يونت دوز سيستم دكتور محمود. وحاليا ما شاء الله هو فارماسي مانجر في اوسلو. دكتور محمود شكرا جزيلا لقبول الدعوه، واحنا كلش سعيدين انه اليوم حضرتك ويانا، وتتفضل ممكن تسوي الشير للسلايدات مالتك دكتور عيني. تفضل. عندي سلايدات؟ اي عشت ايدك. اوكي. السلام عليكم. اسمي محمود فؤاد، مثل ما الدكتور علي حكى عني، عايش حاليا بأوسلو بالنرويج من 2008 ولحد الآن. حاليا دا اشتغل مدير صيدلية بوحدة من صيدليات العاصمة أوسلو بالنرويج. مثل ما شايفين النرويج هو البلد واحد من بلدان. محمود عليك، تقدر تسوي سلايد شو من جوا عم تطلع الفول سكرين؟ سوي عليك زحمه. سويت انا سلايد شو مو واضح؟ عفوا يعني من جوا دوس هاي سويت ما دي يطلع عندنا فول سكرين، دي يطلع عندنا. اوكي اسوي شير جديد؟ لا هو نفسها بس دوس الشو جوا. انا سويت الشو بس يمكن انا مسوي شو. هسه تمام هسه تمام دكتور هسه تمام. عاشت ايدك. اوكي غيرت الشير مع سكرين. تفضل على الشو. اوكي النرويج مثل ما شايفين بلد أوروبي أقصى شمال أوروبا، بلد مو كبير ولا سكان هواية، تقريبا سكانه 5 ملايين، من أحد بلدان الاسكندنافية، وهو بلد نفطي بامتياز. وجه شلون صاير؟ ونصائح بسيطة مني للصيادلة أو الصيدليات العراقية.
اللي بالعراق. فإذا نبغي نحكي على الصيدليات والسيستم بالنرويج، النرويج بها تقريبا ثلاثة إلى أربعة chains مع صيدليات كبار، ما يقارب 1063 صيدلية in totally. الشينات هي أول واحدة وأكبر واحدة هي اسمها أبوتيك إن، يعني صيدلية واحد، طبعا برايفت 100%. عدد صيدليات تقريبا 400 صيدلية، مملوكة الشركة اسمها فينيكس، شركة ألمانية. ثاني تشين هي شركة اسمها NMD، تملك نوعيتين أو اثنين تشينات مع صيدليات، واحدة اسمها بيتريس أبوتيك والأخرى اسمها بيت أبوتيك، طبعا كلها برايفت. عددهم هذول الاثنين عندهم هاي التشينات تقريبا 370 صيدلية. هاي الشركة مملوكة إلى شركة اسمها شركة اسم الشركة مكاسن، شركة أمريكية، حاليا بالمناسبة هاي شركة معروضة للبيع. الشركة الثالثة اسمها بوتس أبوتيك، شركة بريطانية مشهورة كلش في بريطانيا، بس يمنا مو كلش قوية وقيمتها السوقية مو كلش كبيرة مثل الشركة الثانية. أكثر شغلها على الكوزمتيك، كلش مركزين على الكوزمتيك، هم طبعا كل الشركات مركزة على الكوزمتيك بس البوتس مركزة بشكل كبير كلش على الكوزمتيك. عدد صيدلياتها 150 صيدلية تقريبا، هاي علامتهم. اللي نقدر نسميها الثانية الرابعة اللي هي شركات الصيدليات مال المستشفيات، هاي حكومية 100%، طبعا عددها مو هواية بس بالمستشفيات الكبار، حتى مو كل المستشفيات، بعض منها وبس بالمستشفيات موجودة، ما موجودة خارج المستشفيات. مدير الصيدلية لازم يكون عنده ماجستير بالصيدلة زائدا سنتين خبرة بالعمل الصيدلاني بصيدلية، مو أي عمل صيدلاني ثاني. هذا شكل هذا الجراف يبين لنا توزيع السوق النرويجي بالنسبة للصيدليات. مثل ما شايفين هاي الأبوتيك إن هي أكبر وحدة وأكثر وحدة مستحوذة على عدد الصيدليات أو مستحوذة على السوق الصيدلاني بالنرويج. بسنة 2001، طبعا هاي قبل لاجي النرويج بس يحكوا لنا وقاري عنها مهواية، صار تغيير كبير كلش بالنظام الصيدلاني وبالصيدلية بالنرويج. البرلمان النرويجي أقر قانون يقول إنه الصيدلية حاليا تعتبر مكان صحي أو مثل يعني محل صحي، وتحولوا الموظفين بها من موظفين أو عاملين بالمحل العادي قبل 2001 إلى موظفين صحة، بس طبعا برايفت مو موظفين صحة تابعين للحكومة، وتحولوا الداخلين لهالمحل أو اللي متسوقين من هالمحل من زبائن إلى مرضى. طبعا هو التحول مو بس بالاسم، التحول يصير همنا بالقوانين. فيعني أنت من راح تتحول من عامل عادي أو موظف عادي بمحل إلى موظف صحة راح تطبق عليه قوانين الصحة، فخلوا همنا طبقوا يعني نزلوا سيستم جديد بقوانين صحة ونزلوا قسم سيستم جديد بقوانين حماية المرضى وقوانين المرضى. فيعني التغيير مال 2001 كان تغيير كلش كبير، وبنفس الوقت سمحوا سلاسل الصيدليات، فبدت تدخل الشركات وبدت تستحوذ شوي شوي وتشتري الصيدليات الأهلية من الناس بطريقة يعني نقدر نسميها ذكية، انه يجون عليك على صيدليتك احنا نشتريها احنا نجهزك احنا عندنا مدخلنا كبير نبيع لك باسعار رخيصة ونعطيك نسبة من الأرباح وانت تستمر بشغلك ومدير انت تظل بصيدليتك بس احنا المالكين. فبين قوسين انت يعني ما راح تتضرر هواية ماديا اقتصاديا فراح توافق، بس ورا فترة انت بني يعني تطلع تقاعد تريد تبطل تريد تلقى لك شغلة تريد هذا انتهى تطلع من المحل مالتك ما لك اي حقوق، يعني لك حقوق مو ما لك بس يعني حقوقك مو كمالك محل، حقوقها كموظف بطل. القوانين اللي تحكم الصيدليات، عندنا قوانين مال الصيدليات وعندنا قوانين مال الصحة بشكل عام.
وعندنا كل سلسلة لها قوانينها الخاصة ولها سيستمها الخاص ولها مثل دستورها الخاص، وعندنا قوانين الموظفين مصلحة همنا تحكمنا، وبالإضافة لأنه قوانين البلديات تحكمنا، أو مثلا إذا صيدلية بمول قوانين المول تحكمك همنا تفتيحها بالتعزيلة بطبيعة العمل بطبيعة البضاعة بالتخفيضات بالعروض، هاي همنا تتحكم بيك المول يتحكم بيك. عندنا خدمات بالإضافة إلى خدمات صرف الأدوية العادية يعني صرف الوصفات، الصيدلية النرويجية ممكن تجهزك بخدمات صيدلانية بدت ما صار لها هواية يعني صار لها كم سنة، من ضمنها مثلا الانهليشن يعلموك شلون تستخدم الفخاخات وشلون تستخدم أدوية الربو وأدوية الأدوية مال يعني مال الجهاز التنفسي يعلموك استخدامها. هذا التعليم طبعا بالنسبة للمريض مجانا بس احنا نشرج الدولة به. هاي الشغلة كانت أول خدمة صيدلانية أقرتها الحكومة النرويجية بأنه هي مدفوعة الثمن من الحكومة النرويجية. أتوقع هاي بدأت سنة 2014 إذا ما تخوني الذاكرة. ثاني خدمة اللي همنا مدفوعة من الحكومة النرويجية اللي هي فت خدمة يسموها Medicine Start. هاي مخصصة الأدوية أمراض القلب والشرايين. إذا أنت مريض جديد بديت بأدوية أمراض قلب وشرايين ممكن الصيدلية تتابعك خلال لقاء بسيط بعد أسبوعين مما تبدي بالدواء، يسألوك على الأعراض الجانبية، يسألوك على شيء يكون وياك تأخذ الجرعة صح تأخذها غلط وقت تأخذها، تتعارض ويا شيء ثاني تعارض تسبب لك مشاكل ثانية، ولقاء ثاني يسوون وياك بعد 4 أسابيع. هاي همنا خدمة مدفوعة الثمن من الدولة. عندنا خدمة اسمها لار، صراحة ما لقيت لها ترجمة بالإنجليزي، هاي مختصر ما 3 كلمات نرويجية. هاي همنا مدفوعة الثمن من الدولة. هاي الأدوية اللي تنطي للمدمنين المخدرات على مود يروح من عندهم أو يقل من عندهم أو يروح من عندهم الإدمان، طبعا ما يروح من عندهم بس يعني حتى ما يستخدم المخدرات، هاي همنا مدفوعة الثمن 100% من الدولة، يعني مريض المخدرات ما يدفع شيء. والشيء اللي بدأ جديد من قبل سنتين ثلاثة قبل الكورونا بشوية اللي هو الباكسينيشن. الباكسينيشن بس ما الكورونا مدفوع الثمن من الدولة، الباكسينيشنات الثانية ما مدفوعة الثمن من الدولة، المريض يدفع فلوسها. أنا جبت لكم كم صورة من الصيدليات من الشركات الثلاثة الكبار شو شكل الصيدلية. هاي الشركة الكبيرة اللي أنا يمن أشتغل بيها اسمها أبوتيك إن، هاي هي شكل الصيدلية. هاي البضاعة البرة من ضمنها أكو بيها أدوية، هاي تأخذها بدون وصفة ما تحتاج وصفة، إذا عندك وصفة تأخذ ورقة مأثرة من هنا أكو جهاز يصير بالنص تأخذ منه ورقة مأثرة، بعدين الصيدلاني أو معاون الصيدلي شو منه واقف يصرف وصفات، من يدوس على سراك يطلع رقم السرة مال تكليفه وبتروح عليه يصرف لك الوصفة مالتك. مثل بدنا نشوف يعني كل خانة لها فد اسم من بين كل واحدة بالصورة، يعني خانة النشلات، خانة الجلد، خانة الحلق، يعني الشغلات الفموية، مثلا فرش أسنان ما فرش أسنان، وأهم خانة بكل الصيدليات لازم تكون موجودة وفتشي كلش مرتب اللي هي خانة الشغلات الجلدية اللي هي الشغلات الكوزمتيك مكوزمتيك مرطبات جلد السان بلوك إلى آخره. هاي شكل الصيدلية. الشركة الثانية البيتوس همنا مقسمة خانات مثل ما تشوفون، هنا هاي خانات وكل شيء برا ما يحتاج وصفة، الوصفات هناك اللي ورا هم تأخذ ورقة سرة من أول ما تدخلك الجهاز، تأخذ منها ورقة سرة وتنتظر سرة وتنصرف وصفتك. الشركة الثالثة اللي هي البوتس أكثرها كوزماتيكس. هسه نذكر لكم ليش هم مركزين كلش على الكوزماتيكس، بس همنا نفس الفكرة إنه همنا خانات وكل خانة لها يعني إنها شغلة معينة.
نعم. بالنسبة للسيستم اللي نستخدمه حاليا بكل صيدليات النرويج، العفو، بكل صيدليات النرويج اكو نفس السيستم، نفس البرنامج. اسم البرنامج اسمه فارما برو، هذا السيستم مالتنا. بس هذا الفارما برو يعني حاليا بيتوجه الى انه يعني يخلص العقد مالته. فكل شركه حاليا بتصنع سيستم خاص بها، وما راح يصير سيستم مشترك بكل الشركات، لانه الصراحه ما اتفقوا بيناتهم الشركات انه يسوون سيستم مشترك. فكل شركه عندها تركيز على جانب معين، فتريد تصنع سيستم يعني يدعم هذا التركيز مالتها. بس هذا البرنامج صراحه مو قاصر، برنامج جدا مرتبط بهوايه برامج وسيرفرات ثانيه، مثلا مرتبط بالريجستريشن يعني التسجيل مال المواطنين. يعني هنا انا بس احط الرقم الوطني مال المواطن يطلع لي معلوماته كامله. فمرتبط بهذا بالريجستريشن مال كل مواطني النرويج. مرتبط بالوصفات الالكترونيه، طبعا هاي لازم ضروري، حاليا كل الوصفات الالكترونيه او اغلبها. مرتبط بكل المداخر، طبعا هي كل شركه عندها مدخر، فمرتبط بالمداخر الثلاثه الكبار. مرتبط بالريجستريشن مال الوصفات، كل وصفه اول ما تنصرف تروح لهذا الريجستريشن. هذا الريجستريشن في السيرفر كبير كلش، بي ريجستريشن مال كل الوصفات المصروفه بالنرويج كلها، الورقيه والالكترونيه وجميعها بكل انواعها. هذا مجرد ريجستريشن على مود يستخدموه بالدراسات. يعني هذا الريجستريشن يمكن مسوين به مئات الرسائل مال الماجستير والدكتوراه اذا مو الاف. اكيد مرتبط بالنظام مال الريفاند مال التامين، ومرتبط باليوني دوز سيستم، لانه هذا البرنامج يسوي فوتر، يعني يسوي فواتير مال اليوني دوز سيستم. اليوني دوز سيستم هاي برامج ثانيه، فذاك ليش برامج ثانيه ورا ما يكون اليوني دوز يدزون خبر لهالسيستم انه يسوي فواتوره لهالمريض بالشيء اللي انت لنا. ومرتبط في شيء جديد هاي بدا قبل سنتين ثلاثه اسمه اف ام دي. هذا الباركود، الخطوط هاي مال الدول اللي كنا نسوي لها سكان قبل، هاي تقريبا اللغت حاليا صار ال 2 دي كود، اللي صار مربعات صغيره وبها نقاط وبها مربعات ومستطيلات. هاي كل علبه خاص بها، كل علبه. فعن طريق هذا الكود البرنامج يكشف لك انه هذا الدواء مزور او ما مزور. هذا صار نظام أوروبي بشكل عام، مربوط بسيرفر كبير بأوروبا على مود يمنع تزوير الأدوية. فحاليا احنا يعني قبل تصرف الدواء لازم نسوي له سكان على هذه المربعات وتشوف انه هل هذا الدواء مزور ام لا. ما اتوقع ادخل كلش بالتفاصيل بالبرنامج، بس راح احكي بشكل عام. عندنا هنا هاي خانه الوصفات، هاي الوصفه تكون هنا اسم المريض بشكل عام، هاي هنا تاريخ الوصفه، هنا الطبيب او منو كاتب الوصفه، وهاي هنا نختار نوع الريفند هسه راح نحكي عليها بالتفصيل، وهنا الدواء عدد العلب اذا الوصفه تكرر ام لا، وهنا نحط الكود مال الريفند. وهاي الحمراء هذا المربع الاحمر الليبل اللي نطبع عليه استخدام الدواء، شلون يستخدم الدواء، والانديكيشن او بالاحرى اسم المريض، انديكيشن واستخدام الدواء ومعلومات اخرى عن الدواء. هاي تنطبع وتلزق على الباكيت. فوالا بشكل عام السيستم مالتنا، ورا ما تسوي الوصفه يجيك تثبيت مع الصيدلاني، الصيدلاني لازم يشيك على الوصفة ويسوي لها أبروف، بعدين نسوي تثبيت على الكود على هاي المربعات، وبعدين تأخذ الدفع من المريض أو من الدولة. فهنا الوصفات، هنا الكاشير، هنا إذا أكو طلبيات مال دواء، يعني مو المريض، الدور عجزة أو ما شابه. هنا إذا عندك الدواء راح تدز عن طريق البريد. هنا مال الفواتير، هنا المخزن مال صيدلية، شكو بي أدوية ما بي أدوية، سوي طلبيات،
استلم طلبيات، وإن شاء الله الثانية خاصة بالبرنامج ما نتعمق بها تقارير وما تقارير وإلى آخره. وبكل واحدة من هالخانات أكو خانات ثانوية أصغر منها همينة تستخدم لها استخدامات خاصة، ما رح ندخل بتفاصيلها. القسم الثاني اللي راح نحكي به الأدوية والبضاعة الثانية الموجودة بالصيدليات النرويجية. الأدوية بالنرويج صراحة ما أعرف إذا هذا نظام عالمي أو نظام أوروبي أو نظام نرويجي خاص، ما متأكد بصراحة من هالمعلومة، بس بالنرويج هذا النظام موجود. الأدوية متقسمة A و B و C و F، وقفت شيء اسمه K، وقفت شيء اسمه بضاعة ثانية. هذا بالنسبة للبضاعة اللي موجودة بالصيدلية النرويجية. الأي اللي هي الأدوية يعني الكلش قوية، المسكنات الكلش قوية مثل المورفين، مثل البوبرينورفين، مثل الأوكسيكودون إلى آخره من الأدوية اللي كلش قوية والإدمان عليها يصير قوي، هاي يسموها الأدوية الأي. هاي دائما تكون مخزونة بسيف خاص، دائما مقفول، يعني بالصيدلية دائما مقفول، فقط عند صرف الوصفة ينفتح يطلع من عند الدواء وينسد. السيف مال الأي ينحسب، الأدوية اللي بيه تنحسب شهريا، مرة كل شهر تنحسب عدد العلب بيه وعدد الحبوب إلى آخره. هاي أدوية الأي. ووصفة الأي هم لها قوانين خاصة تحكمها، يعني مثلا ما أريد أتعمق همينة كلش بيها لأن بيها هواي تفاصيل، بس وصفة الأي همينة لها قوانين خاصة بيها. يعني مثلا طبيب الأسنان ما لحق يكتب أكثر، ما لحق أصلا يكتب الأي. الطبيب العادي إذا يكتب إذا يدز الأي مثلا وصفة الأي عن طريق عن طريق تليفون أو عن طريق يعني وصفة تليفون أو وصفة فاكس، لازم الدول اللي بيها عدده ما يكون أكثر من استخدام 3 أيام، يعني هو التفاصيل. بي اللي هي هم أنا يعني بيها إدمان بس أخف من الأي، اللي هي مثلا الترامادول، مثلا هذا الكومبينيشن الباراسيتامول والكوداين. بالمناسبة النرويج كلش صعبة بالنسبة لل عفوا صعبة بالنسبة للموافقة على الكومبينيشن، يعني كلش ما تحب الكومبينيشن. والمنومات همينة بالبي، والمهدئات بالبي يعني الفاليوم وجماعته بالبي. البي همينة ينحط بسيف خاص وهمينة ينحسب شهريا. وصفاتها همينة لها قوانين هواية تحكمها. السي اللي هي ما عدا الأي والبي، الأدوية الثانية كلها اللي تنباع بوصفة طبية، يعني ما تنباع مو OTC. فالسي اللي هي طبعاً يعني الماجوريتي أكثر شيء موجود بالصيدلية النرويجية اللي تنباع بوصفة طبية. والسي همنا لها قوانينها الخاصة وصفاتها، بس قوانينها الخاصة أهون من الأي والبي بشكل عام. يعني الوصفة ممكن تتكرر، الأي والبي ما تتكرر إلا إذا وصفة بها ريفوند، همنا رح نحكي عليها شوية. الطبيب يقدر يكتب كل أنواع السي، ما عنده أي مشكلة بالسي. كل الأطباء يقدرون يكتبون السي. طبيب الأسنان يكتب الأدوية مال السي طبعاً بس اللي متعلقة بالفم. الطبيب البيطري هم يقدر يكتب أدوية السي. نعم هاي أدوية السي. الأف اللي هي OTC اللي تنباع بدون وصفة، يعني يجي يعني محطوطة برا، هاي اللي شفناها بالصيدليات موجودة برا. السي العفو الأف بها قوانينها الخاصة، بس هاي قوانينها تتحكم بها أكثر شيء الشركات، وتصير من المنافسة بالأسعار بيناتها. بالمناسبة الأي والبي والسي أسعارها ثابتة من الدولة، هي مو كلش ثابتة من الدولة، يعني بيها شوية ثباتية بس يعني الشركات تتحكم بها أكثر، فتصير يعني همنا منافسة بالسعر. وبعضها ممكن تنباع خارج الصيدلية،
تنباع بالأسواق، تنباع بالبنزينخانة، هذه يسموها الأدوية المباعة خارج الصيدلية، مختصرة بالنرويجي لوا. الكي جاية من كلمة كوست تلسكود، يعني بالنرويجي يعني المكملات الغذائية اللي هي الأوميغا 3، الفيتامينات، ما شابه. هاي ما تجي بوصفة، أبد ما تجي بوصفة، يعني الطبيب ما يقدر يكتبها بوصفة، سيستم ما يسمح له. فيجي المريض يقول لك الطبيب قال لي أخذ حديد، فإحنا ننصحه بالحديد الأحسن له. الأنواع الثانية اللي تنباع بالصيدلية اللي هي مثلاً الكوزمتكس، من الكوزمتكس، الشغلات الأطفال، السالت ووتر مال عين مال خشم، حتى أكو صيدليات تبيع هدوم، أكو صيدليات تبيع أكل، بس طبعاً فتشيب يعني فتشيب يعني نسبة محكومة، مو مثل يعني مو سوبر ماركت هو. الشغلة السلبية صراحة بالصيدليات النرويجية إنه الأدوية ما بها أرباح، الأدوية أرباحها يعني جدا ضئيلة، تكاد تكون معدومة. فالصيدلية النرويجية عايشة على مبيعات الكي، عايشة على مبيعات الشغلات الثانية، يعني السان بلوك، البيبي برودكت، الماوث، السكين كيرينج، أهم شيء السكين كيرينج لأنه هاي أرباحها جيدة جدا. فالصراحة هذا الشيء يعني دائما بنقاشات وبندوات، والشركات تعترض على الدولة ليش هيك الأرباح قليلة، ليش هيك متحكمين أنتم بالأسعار، ليش هيك مدمرين الأسعار، لأنه إدارة الصيدلية النرويجية مكلف، كلش مكلف، ما بين إيجار، ما بين موظفين، ما بين عندك قوانين عمل تحكمك، ما يصير شغل الصيدلاني أو الموظف أكثر من 8 ساعات 9 ساعات باليوم، فلازم عندك ستاف كبير، ما يصير ينضغط، ما يصير صيدلاني يكون وحدة بالصيدلية إلى آخره من القوانين. فأنت هالقوانين بما أنه تحكمك فأنت تضطر أنه تحط موظفين أكثر، موظفين أكثر يعني تكلفة أعلى عليك. زين إذا أنت مبيعات الأدوية خسارة ما بيها أرباح، فتضطر أنه تسوي ما يقولون فيكات أو شغلات ثانية على متربح بها. اللي مثلاً يعني واحدة من الشركات تسميها مثلاً مبيعات الاهتمام، يعني يجي مريض عنده وصفة مثلاً بهيدروكورتيزون كريم، هذا ما بيربح، يعني ربح لا شيء، صفر تقريباً، يعني ربح الأدوية يتراوح بين 1 إلى 15%، يعني فشي كلش ضئيل. فإذا أنت بس تصرف للهيدروكورتيزون وتحط له تشيز بيقول له في مال، لا تعتبر خسران، لأنه أنت وقتك يكلف أكثر من الدواء، أكثر من صرف هذا الدواء، أكثر من ربح هذا الدواء، فتضطر أنت تسويها مبيعات ثانوية. طبعا هاي الشغلات الشركات تدربنا عليها، يعني مو عبثية، ويطلع لك بالبرنامج ويا كل دواء أنت لازم شنو تنصح لنا ياخذ وياه، يعني مثلا وين الهيدروكورتيزون تقول له ترى هذا يسبب جفاف للبشرة، يسبب تشققات، فأنصحك أنه تاخذ وياه مثلا مرطب بشرة من النوع الفلاني من الشغلة الفلانية، فممكن تبيع وياه مرطب بشرة ذاك الوقت انت شوية ربحت. نفس الشيء الأدوية اللي تسوي جفاف بالفم، الأدوية مثلا مال حساسية، تقول له مثلا اغسل خشمك بمي وملح قبل تستخدم البخاخ الكورتيزون إلى آخره، على مود تبيع مي وملح اللي هو بيه ربح يعوضك عن الكورتيزون اللي ما بيه ربح. ومثل ما قلنا انه كل صيدليه لها مدخلها الخاص اللي تشتري من عندها الادويه. وبالمناسبه كل شركه او كل تشين لها برودكتس الخاصه بيها، طبعا اكو برودكتس مشتركه وهي اغلبها مشتركه، يعني 90% من عندها مشتركه، بس اكو كل تشين لها برودكتس خاصه بيها تكون هي مشتريتها وهي تنتجها. بالنسبه لانواع الوصفات والتأمين الصحي اللي موجود بالنرويج، الوصفات عندنا كطبيعتها الفيزيائية نوعيتين، يا أما بيبر يجيك المريض بورقة بيده ويك مطبوعة مثل هاي يسمونها وصفة زرقة، بس راح نشرح يعني شنو وصفة زرقة. البيبر بريسكريبشنز
أقل من 1%، يعني نادرة جداً، خصوصاً إذا من طبيب، يعني نادرة جداً. كل الأطباء حالياً مربوطين على السيستم الإلكتروني، مو هسه يعني من 10 سنين أكثر مربوطين على السيستم الإلكتروني ويستخدمون وصفات إلكترونية. بس عندك اللي ما مربوطين على السيستم الإلكتروني، عندك طبيب الأسنان ما مربوط، البيطري ما مربوط على السيستم الإلكتروني، والباقيين كلهم مربوطين على السيستم الإلكتروني. الماجوريتي مال الوصفات إلكترونية. هذا اكو سيرفر كبير. ألو تسمعوني؟ العفو دكتور، هسه تمام، قبل شوية كان أنكو صوت بس تمام. أوكي. كمل دكتور عين. يعني الماجوريتي مال الوصفات إلكترونية. الطبيب يدز الوصفة إلكترونية، من تروح له يفحصك، تروح له مراجعة يقول لك أوكي دزيت الوصفة مالتك، روح لأي صيدلية تستلمها من عندها. تروح للصيدلية بس تنطي الهوية مالتك، مكتوب بها رقمك الوطني، عن طريق رقمك الوطني بس نحطه بالبرنامج. ندخل على السيرفر هذا الرئيسي، يراوينا ايش عندك وصفات، نسألك شو تريد وصفة، شنو تريد تجي تاخذه، يقول لك اريد هذا وهذا وهذا، نسوي له داونلود للوصفة ونصرفها، كلها الكتروني، ماكو اي ورقة بالموضوع. الشيء اللي استفادينا من عنده كلش بعد ما بدا النظام الالكتروني انه لغت فقرة تزوير الوصفات. كان قبل اكو نوعا ما تزوير الوصفات، خصوصا عند هذول الحشاشين او اهل المخدرات، يبوق الختم مال طبيب ويبوق اوراق ويسوي ويعمل ويزور وصفات. بالوصفه الالكترونيه بعد ماكو شيء اسمه تزوير، بالاضافه لان الوصفه موجوده بكل النرويج. يعني اذا انت مثلا سافرت الغير محافظه بالنرويج، سافرت الغير مدينه، ناسي وصفتك، تروح لاي صيدليه بس تنطيهم هويتك، موجوده وصفاتك كلها. فشيء سيستم كلش حلو. بالنسبه لل هاي حكينا على طبيعه الوصفات الفيزيائيه شلون يعني ورقيه والكترونيه. بالنسبه للريفند للتامين، اكو ثلاث انواع رئيسيه أو ثلاث أنواع تأمين أو ثلاث أنواع وصفات بالنسبة للتأمين. يا أما ما بها، عفوا الوصفة ما بها تأمين أبد، يسموها وصفة بيضاء. هذا اسم قديم، من كانت وصفات ورقية كانت تجيب ورقة بيضاء، فعلى مود يشيل اسم ماشي عليها. هاي تنطي للأمراض أو يعني وصفة لوصفة دواء لمرض ما يطول أكثر من 3 أشهر. التوصيل يعني أكيوت مو كرونيك، وعلاجه ما يطول أكثر من 3 أشهر. فهاي تقول لك الدولة أنت اشتري الدواء على حسابك. هاي ما بها أي نوع ريفاند، يعني الدولة ما تساعدك أبد بفلوسها، بس الدولة طبعا هي مساعدتك بشكل غير مباشر، إنه هي محددة سعر الدواء على الصيدليات. الصيدليات مو كيفها تبيع الدواء بالسعر اللي تحبه، فالدولة مساعدة بشكل غير مباشر. النوع الثاني اللي هي تي، هاي مختصر الكلمه النرويجيه اللي هي يسموه تامين المواطنين، او الوصفه الزرقاء يسموها، مثل ما شفنا بالاستاذ قبل، هي شكلها سابقا من كانت ورقيه كان لونها ازرق، فالاسم مستمر وياها انه وصفه زرقاء. هاي انت كمريض تدفع 38% من سعر الدواء والى حد معين. يعني إذا الدواء مثلاً سعر عالي كلش، ما راح تدفع 38% من عنده، بس إلى حد معين. الحد المعين اللي هو أقصى شيء 520 كرون نرويجي، يعني ما يعادل تقريباً 60 دولار أمريكي، لاستخدام لمدة 3 أشهر. تأخذ دواء لمدة 3 أشهر، هذا الماكسيموم. الباقي الدولة تدفعه. الباقي إن كان 62% أو أكثر الدولة تدفعه. وهاي ال 520 او هاي ال 38% هاي تتجمع لك من توصل انت فد رقم معين اللي هو
2900 وفتشي نرويجي كرون نرويجي على تقريبا $300. من توصل لهالرقم يجيك فري كارت وراء بعد حتى 38% ما تدفعها. هاي الوصفات هاي تعتبر الماجوريتي مال الأمراض اللي يطول علاجه أكثر من 3 أشهر بين قوسين الكرونيك. أنت على مود تصرف هاي الوصفة لازم موجود ويا الدواء أو بالوصفة لازم موجود الباراجراف مالتها ولازم موجود كود مال الديفيز. هاي الكودات العالمية الICD والICPC لازم موجودة بالوصفة. النوع الثالث هذا less common، هو هم common بس يعني أقل من النوعين الأوليين، اللي هي الـ H prescription. هاي المستشفى تدفع فلوسها كاملة. هاي تستخدم لأمراض خاصة، أمراض تشخص فقط من طبيب مستشفى. الطبيب العائلي ما لحق يكتب هاي الوصفات، ممنوع يكتب من هاي الوصفات، يكتبها فقط الطبيب المستشفى. هاي المستشفى تدفع تكاليفها كاملة. عادة أدوية هاي الأمراض تكون جدا غالية. هم أنا بالنسبة للريفوند بس أكو أنواع يعني less common. عندك الـ Y prescription، Y مختصر مع الكلمة اللي هي تعتبر مهنة بالنرويجي، كلمة مهنة بالعربي. هذول اللي عندهم إصابات بالإصابات عمل ويطلعون تقاعد على أساسها، الطبيب يكتب لهم وصفاتهم بالـ Y prescription، يحصل عليها يعني بها نوع من أنواع التأمين لأنه هو مصاب بالعمل، تقريبا نفس تأمين الوصفة الزرقاء العادية. عندنا الـ B prescription، هاي فقط مال مانع الحمل وفقط للبنات اللي أعمارهم تتراوح بين 16 و 21 سنة. الريفاند مالتها إنه الدولة تساعدهم بفلوس فلوس الدواء. السبب لهذا الشيء على مود لأنه بهالعمر غالبا تكون البنية ما عندها شغل، ما عندها إمكانية قوية إنه تشتري مانع حمل، فحتى ما تصير عمليات إجهاض هواية مكلفة جدا للدولة، فالدولة يعني سوت مثل وقاية خير من العلاج. عندك الـ R prescription، هاي إذا أكو اتفاق خاص ويا فد مكان بالبلدية أو هي البلدية بنفسها أو هي الدولة، اتفاق خاص بين الصيدلية والبلدية إنه كل أدوية هذا المريض إحنا ندفع فلوسها، فتنحط بالـ R prescription. أو إذا الدواء أو العلاج يسموه علاج يعني بالإجبار أو بالغصب، أكثر شيء ويا المرضى النفسيين، فالطبيب النفسي يقول لك هاي الأدوية النفسية مال هذا المريض هاي إحنا بالمستشفى إحنا نغطيها لأنه هذا إحنا جابري على العلاج، فتستخدم أنت الكود اللي هو الـ R prescription. الـ V prescription هاي جدا نادرة، هاي فقط للجيش يعني الجنود النراجة اللي يأخذون وصفاتهم بالـ V هم يحصل عليها تخفيض معين. المعلومات أخرى عن الوصفات النرويجية بشكل عام، مثل ما قلنا طبيب الأسنان والطبيب البيطري اللي حد الآن يشتغلون بالوصفات الورقية ما مربوطين على السيستم. دكتور محمود نقدر نختصر بعد 5 دقائق يعني؟ أوكي. لو عندك هواي بعد هالشي؟ لا بعد ما هواي لا. عشتي لك شكرا. يعني بدلل. طبيب الأسنان والطبيب البيطري وصفاتهم لحد الآن ورقية ما صارت إلكترونية. بعض المراكز الصحية أو أغلب المراكز الصحية مثل طبيب الطوارئ والنيرسينج هوم يعني دار العجزة والسجن والمكتب الطبي ما يحتاجون وصفات، يقدرون يشترون أدوية بدون وصفة بدون أن يحتاجوا وصفة يدزون طلبية للصيدلية. هاي حكينا عليها، أتوقع أن نتجاوزها أنه نوع من أنواع التأمين. بس الشيء الفيه بالنسبة للتأمين اللي يمكن ما حكينا عليه أنه الكل مؤمنين بالنرويج، يعني حتى الشخص اللي جاي زيارة للنرويج هم مؤمن، جميع الناس اللي على أرض النرويج مؤمنين صحياً.
وقلنا الى هذا الحد المعين من توصلت تصير كل ادويتك ببلاش وروحتك للطبيب ببلاش وكل شيء يصير عليك ببلاش الى نهايه السنه. طبعا هذا يصير فقط لمده سنه يعني سنه على الكالندر. واكو ناس دائما عندهم هذا الفري كارد لانه دخلهم ضعيف او الاطفال جوا 16 سنه والحواملها. بعض النصائح مني للصيدليات النرويجيه العفو للصيدليات اللي بالعراق. الشيء الاول اللي انصح به انه كل الصيدليات لازم يكون عندها سيستم. ومو يعني مو مثل قبل يجيك بورقه وتعطي الدواء مالته وخلاص تحط له الورقه مالته بالكيس ويروح وتاخذ الفلوس وخلصت كان الله يحب المحسنين. لا سيستم. السيستم اولا راح ينبهك اذا اكو انتراكشن، راح ينبهك اذا مثلا المريض بده ياخذ علاج تغير الدوز مالته عن اخر مره اخذ من عندك العلاج. السيستم ممكن انت تستخدمه بطرق ثانيه انه تسوي النقطه الاخيره تسوي سبسكريبشن للبريسكريبشن يعني تسوي له مثل الاشتراك يمك تقول له يا بابا راح اعطيك دواء ساي مالي يكفيك 3 اشهر. تريد تسوي اشتراك يمنا قبل لا تخلص 3 اشهر ادز لك مسج عن طريق السيستم انه يا بابا الادويه مالتك جاهزه وانت بس تجيني كيسك موجود واسمك موجود عليه اشيله اعطيك اياه مباشره وتعطيني فلوسي وخلصت. يعني انا ابي اذكرك شو وقت موعد روحتك للصيدليه. هاي حاليا كل الشركات هنا بدها تشتغل عليها شغل كل قوي على تربط المرضى يمهم. الشغله الثانيه اللي انصح به الصيدليات واكيد النقابه تتدخل بها والدوله انه يتحكمون بسعر الدواء حتى ما تصير. طبعا هواي الفيسبوك اكو ناس يقول لك يبيعون بالكوست او اكو ناس يبيعون كلش رخيص اكو ناس يبيعون كلش غالي. حتى ما تصير هاي الاشكاليات المفروض سعر الدواء ثابت بكل مكان. وبنفس الوقت ما تصير نفس الاشكاليه اللي عندنا اياها انا بالنرويج انه سعر الدواء كلش رخيص وما بي ارباح. لازم بي ربح معين حتى ما تضطر الصيدليه العراقيه الى بيع العلج والجواريب والشغلات الثانيه اللي ما لها اي علاقه بالصيدليه مثل ما نسوي هنا احنا. يعني هاي الشغلات السلبيه اللي عندنا احنا. تدون بخدمات ثانيه مثل ما سجلنا انه يصير خدمات تكون مموله من الدوله او حتى لو مموله من المريض انه تعليم على استخدام الدواء، تعليم على الـ على الـ على الانهيليشن الفاكسينيشن الى اخره من الخدمات. مثلا اذا اكو انتراكشن بالعلاجات مالته مقابل مادي مقابل دفع بسيط. الشغله الاهم اللي يعني جدا اعتبرها يعني سلبيه بالعراق وحتى بالوطن العربي كله وبالمنطقه كلها انه الادويه تنباع اكو وايد ادويه تنباع بلا وصفه. يجي يقول لك هذه دواء الضغط مالتي اباك هاي دواء الضغط مالتك في مال لا في مال لا وصفه ولا شو اسمه ولا. الشغله اللي الاخيره اللي اقدر احكي فيها هو انه الكوزمتيك والشغلات الثانيه مهمه فاهتموا بيها. يعني همينه تعتبر مصدر دخل ثاني يعني للصيدليه بعد الادويه. واكيد حاليا تشوفون صيدليات عالميه او حتى صيدليات محليه بالعراق تهتم بها وهاي تقدر انت براحتك بالسعر تسوي عروض تسوي تخفيض تسوي تشتري قطعه تاخذ قطعه ثانيه بكيفك. اما فد شيء مهم وفد شيء للماركتينج كلش حلو. فهو هذا اللي كان عندي وان شاء الله تكونوا استفاديتوا من المعلومات. اذا اكو اي سؤال انا حاضر بالخدمه. دكتور محمود احنا جدا شاكرين المحاضرة الرائعة اكثر من رائعة حقيقة هي. ما اعرف نخلي دكتور سام انت شو وقت باقي تقدر تبقى ويانا يعني قبل الفطور بعد زيادة الفطور مالتك؟ اي باقي ما عندي مشكلة. مو احنا نريد نخلص المحاضرة مال دكتور سامر ونستلم الاسئلة مشتركة على مود تكون مشتركة لل اوكي دكتور عيني؟ اوكي ما عندي مشكله باقي وياكم. اجل الاسئله الى نهايه المحاضرتين. شكرا جزيلا دكتور محمود وعلى واتبقى ويانا. شكرا جزيلا عيني. تسلم. دكتور سامر عيني اذا تقدر تسوي الشير اذا تحب تسوي الشير للسكرين. دكتور سامر. تفضل. مرحبا هسه دقيقه واحده اسوي الشير للسكرين. بهالاثناء اني راح نقدم دكتور سامر. It says لازم انت تسوي it says host disabled
هسه انت كو هوست دكتور، هسه انت كو هوست، حاول مره اخرى هسه اقدر اسوي شيء ممتاز، هسه اقدر اسوي شيرنج. اوكي just a minute I'm sorry. طبعا باسم لجنة العلمية نقاط الصيادة نشكر الدكتور محمود فؤاد والدكتور سامر عباس مرة أخرى إنه قبلوا استضافة معنا، وطبعا behind the scene دكتورة منال، دكتورة بان عبد الأمير، دكتور كاظم علي كاظم، وكل أعضاء اللجنة العلمية اللي دا يساهمون. يعني قبل ما نبلش عندنا صيدلاني متميز آخر، صيدلاني الاختصاص سامر عباس التميمي، خريج كلية الصيدلة جامعة بغداد 99، ماجستير كيمياء صيدلانية 2006، عمل تدريسي في كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية، وكان محاضر في كلية اليرموك الجامعة في الكيمياء الصيدلانية، ثم بعد انتقاله للولايات المتحدة قدر إعادة شهادته ويحصل على البورد الأمريكي في الصيدلة من الولايات المتحدة 2016، وعمل كمدير فرع وصيدلي في عدة صيدليات في الولايات المتحدة مثل رايت اي والسي في اس والكروغر. أنا رحب بك دكتور سامر وشكرا جزيلا على قبول الاستضافة. The stage is yours. شكرا جزيلا دكتور علي على هذه الاستضافة. حقيقة أنا أحب أشكر دكتور محمود أولا على المحاضرة الشيقة اللي قدمها لنا، وحقيقة استمتعت ببعض الأشياء، يعني أكو أشياء تختلف أو أشياء تتشابه بالولايات المتحدة، لكن المسميات أكيد تختلف في شيء طبيعي. يعني أولا قبل ما أبدأ المحاضرة أحب أشكر اللجنة العلمية اللي برئاسة دكتور علي بالتأكيد يعني على تنظيمها الندوة، لأنه حقيقة أنا أشوف الموضوع كله مهم أنه نتحاور ونتواصل على مود نوصل إلى مشتركات نقدر، يعني أكيد أكو أشياء سواء بأوروبا أو سواء بأمريكا أو كندا ممكن تكون مفيدة للصيادة بالعراق. أنا حقيقة سعيد مرة ثانية أنه أشارك بهاي الندوة، وراح أحاول أنه أكون أسويها بشكل مبسط، نشرح الفرق وشنو الأشياء اللي ممكن نوصل نستفاد من عدة من التجارب الموجودة في الولايات المتحدة في مجال الصيدلة. يعني موضوعنا هو راح يبدي بفكرة أنه pharmacy practice in the United States ideas to learn from. أكيد مثل ما حكينا أكو هواية أفكار ممكن نستفاد من عدها بممارسة المهنة. طبعا أنا أكيد وحتى أكون صريح وياكم أنه ما ممكن أنه الصيدلة بالعراق توصل خلال فترة قصيرة إلى مستوى الصيدلة بالغرب، لأنه هي مسيرة طويلة، مو معناتها أنه هي إحنا مقصرين أو إحنا مو زينين، هي مسيرة طويلة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تطبيق برامج جديدة وأفكار جديدة بالصيدلة بالعراق حتى نقدر نوصل إلى مرحلة يعني على الأقل يعني تكون قريبة. أو طبعا بالمناسبة أحب أقول لكم قبل ما أحكي هاي أنه مو كل شيء بيرفكت، هي حتى هنا مو كل شيء بيرفكت، وهواية أنا أعرف ناس من الصيدلة بالعراق أعرف يتصورون أنه الصيدلة بالعراق مو بيرفكت، لا عندنا أشياء جيدة وعندنا أشياء تحتاج تطوير. ف يعني بس حبيت أوضح هاي الفكرة قبل ما أدخل بموضوع الفارماسي براكتس في اليونايتد ستيتس. وذكر دكتور علي بالنسبة لي ذكر السيرة مالتي، لكن أحب أحكيها بشكل مبسط لأنه هذا هاي الفكرة حتى أوضح للآخرين شنو صار آلية الانتقال بين كونك صيدلي بالعراق إلى أن تكون صيدلي بالولايات المتحدة. طبعاً اسمي سامر عباس، وهو يمكن يعرفوني، أنا كنت خريج كلية الصيدلة جامعة بغداد 99، عندي ماستر بـ 2006، درست بالمستنصرية وبغداد وولي موكشن المحاضر أيضاً، هذا الجزء الموجود بالعراق بالإضافة إلى كوني صيدلي. يعني من جهة الولايات المتحدة أول ما اشتغلت فارماسي تكنيشن اللي هو مساعد صيدلي، يعني أنت كل شيء مالك حق تسويه هنا إلا الصيدلي يكون فوق رأسك إذا أنت مساعد صيدلي. فاشتغلت لفترة معينة كمساعد صيدلي حتى أولاً أتعلم المهنة، ثانياً بصراحة حتى واحد يعني فلوس شلون تعيش لازم عندك فتبدأ بشغل معين. خلال فترة عملي كمساعد صيدلي اشتغلت على معادلة الشهادة اللي هي تشمل مجموعة خطوات اللي هو Document Certification. Document Certification أنه تجيب شهادتك من العراق وتقولهم حتى يشوفوها هنا ويقيموها ويقولون هاي الشهادات هل هي صحيحة أو لا، فيدزون حتى توثيق مرات الكلية. وراها تسوي equivalence exam اللي هو الامتحان اللي يشوفون بك أنه أنت يشوفون به هذا الامتحان أنه أنت صيدلي أو لا، يعني عندك المعلومات تأهلك أن تكون صيدلي أو لا. وراها هو TOEFL اللي هو Test of English Language، Test of English as a Foreign Language اللي هو حقيقة أصعب مرحلة في معادلة الشهادة بالولايات المتحدة، هواية من الصيادلة يفشلون
في موضوع ان شو اسمه عبر التوفل هواي ان اعرف سادة لحد هسه ما عبروا او احتاجوا محاولات كلش كبيرة. انا من الناس احتاجت 11 محاولة حتى اعبر التوفل. موضوع مو سهل. هو العقبة الريت ليمتنج ستيب بالنسبة لمعادلة الشهادة بالولايات المتحدة. ورا ما تعادل تاخذ امتحان تسجل على الانترنشيب اللي هي عبارة عن عملك داخل تشتغل بالصيدلية كصيدلي متدرب خلينا نقول. تحتاج 1440 ساعة على حسب الولايات، بس لازم يكون عندك صيدلي مشرف عليك يتابع انه انت ايش تحكي وايش تقول، لانه ما يصير انت تحكي حكي قد يكون خطأ وهاي مسؤولية قانونية. فلذلك لازم اكو صيدلي يراقبك اثناء عملك انت. وراحت ورا ما تخلص انترنشيب اكو النوتلكس تيست اللي هو عبارة عن امتحان لكل الصيادلة في الولايات المتحدة او خارجها، يحدد اذا انت عندك الامكانية انه تشتغل صيدلي بالمستقبل او لا. ورا ما تاخذ النوتلكس اكو الام بي جي اي اللي هو امتحان الولاية. كل ولاية لها قوانين معينة بالاضافة للقوانين الفيدرالية بالولايات المتحدة. كل ولاية انت لازم حتى تمارس العمل بهاي الولايه لازم تمتحن امتحان قوانين هاي الولايه. اذا تريد تروح تشتغل بغير ولايه فلازم ايضا تروح تمتحن الامتحان مال قوانين مال ولايه الثانيه وهكذا. فاذا هذا اخر فقره قبل ما انت تتحول الى ان تكون صيدلي. شخصيا اشتغلت كفلوت فارماسيست، افتغلت بالصيدليات البدايه خصوصا رايت ايد احكي اللي هي تشين فارماسي، فبالتالي عندهم مجموعه صيدليات متنوعه بكل مكان. بعدين صرت فارماسي مانجر، بعدين انتقلت سي في اس فارماسي اللي هو ايضا نظر تشين فارماسي، صرت فارماسي مانجر شو اسمه. وراها حقيقه يعني وصلت مرحله انه الفارماسي مانجر بوزيشن هو كلش اكزاستنج، فقررت انه شوي ارتاح فحول رجعت الى انه اشتغل مجرد ستاف فارماسيست يعني بدون مسؤوليات، لان المسؤوليات على الفارماسي مانجر كلش كبيره. هاي بس مقدمه حتى نعرف انه شنو الفرق بين شلون انت تنتقل من كونك صيدلي بالعراق الى ان تكون صيدلي بالولايات المتحده. هسه راح نحكي على العمل هنا بالولايات المتحدة، شلون حتى تكون صيدلي او حتى تمارس العمل بالصيدلة شنو تحتاج. اكو Pharmacy Practice Governing Bodies اللي هي هاي مجموعة الانستيتيوشنز او المؤسسات اللي تحكم عمل الصيدلة بالولايات المتحدة، وهذا الموضوع يعني كلش كبير، موضوع كلش ضخم. يعني اكو مجموعة مؤسسات، هاي مو كلها طبعا، اذا بدي احكي كلها هم اكو بعد تفاصيل اضافية، لكن حبيت انه اطرح عليكم فكرة انه اعرفكم ايش قد الصيدلي بالولايات المتحدة يحتاج أنه يكون حريص ويشتغل وينتبه على كل شيء، لأنه هواياكم من هاي المؤسسات ممكن تكون يعني تراقب وتراقب عمله. فنجي أول شيء البوردز أوف فارماسي. البورد أوف فارماسي هي كل ولاية لها بورد أوف فارماسي. هذا البورد هو طبعا القوانين، هو البورد أوف فارماسي حددها من هاي الولاية، فأنت لابد أنه تكون عندك إلمام بهاي القوانين حتى تشتغل بهاي الولاية. فالبورد أوف فارماسي هي أول مؤسسة تحكم عملك كصيدلي وتأخذ اللايسنس مالتك كصيدلي من البورد أوف فارماسي. طبعاً الجهة الثانية هي الفود أند دراج أدمنستريشن، نسميها الـ FDA. الكل يعرف أنا متأكد أنه الـ FDA هي الأدوية، لازم تترخص من الـ FDA قبل ما تدخل إلى أي صيدلية. ما ممكن على الإطلاق أن تستخدم دواء إذا ما يكون FDA approved. طبعاً خطوات كلش طويلة ويحتاج يعني إلى أن يقار، بس هذا طبعاً مو على مستوى صيدلية، لكن كصيدلي يجب أن تكون متأكد أنه هذا الدواء هو approved by FDA قبل استخدامه. عندنا الـ Occupational Safety and Health Administration اللي هي نسميها الـ OSHA. OSHA هي حقيقة responsible for تحدد الـ safety in workplace. يعني إذا أنت نرجع لموضوع الـ Center of Disease Control and Prevention اللي هو CDC، أعتقد أنه أنت سامعين به، هي الجهة المسؤولة عن الأمراض الانتقالية، وهي الجهة المسؤولة عن اللقاحات بشكل عام. يعني اللقاحات إذا ما تكون موافق عليها من CDC ما ممكن أن تصرفها بالصيدلية. اللقاحات طبعاً CDC هو يعني مو بس مسؤول، هي مو عن إنتاج اللقاح، إنتاج اللقاح هو FDA، لكن CDC مسؤول عن عملية إعطاء اللقاح. إيش قد الجرعة؟ كم مرة لازم تنطيك؟ إيش قد الفترة اللي بين اللقاح الأول والثاني؟ شنو تقدر تنطي together or not together؟ فهاي الأشياء اللي هي ممكن يحددها CDC. نجي على الفيدرال اند ستيت لوز. طبعا بالاضافه الى كل هاي اكو القوانين الفيدراليه اللي ما متعلقه بالصيدله. يعني ممكن انت يرفع عليك واحد قضيه محكمه مدنيه لانه انت اخطات بحقه بدواء معين. فهاي كلها اشياء تحكم عمل الصيدلي وتخلي الصيدلي يكون لازم على اعلى مستوى من الاداء حتى يقدر يمارس عمله بدون مشاكل. هذا بالنسبه للفارماسي براكتس جوفرنينج باديز. اوكي،
نرجع على موضوع الصيدلي. طبعا احنا بالعراق نسمي الصيدلي المسؤول، هنا يسموه PIC او الفارماسيست ان تشارج. الفارماسيست ان تشارج هو الشخص اللي عاده يكون الفارماسي مانجر بالصيدليه، واللي هو مسؤول عن انه يضمن كل القوانين اللي هاي المؤسسات طالبتها من الصيدليه، انه هو هاي يكون كومبلاينت يعني ملتزم او يحقق الشروط المطلوبه بالعمل بهذه الصيدليه. فالبي اي سي عاده لذلك يسموه يخلوا اكثر شيء هو الفارماسي مانجر، لانه حتى يقدر يفرض الاشياء اللي مطلوب من عنده ان يؤديها ك يعني، وحتى يلتزم بالشروط المطلوبه من عنده من ضمن كل هذه المؤسسات. طبعا هذا الموضوع كلش مهم. It's not only a privilege to be a pharmacist, it's a responsibility. طبعا هي مو بكل مكان، مو بس بهنا، اكيد يعرف دكتور محمود، هي مو بس امتياز، هي مسؤوليه كلش كبيره ان تكون فارماسيست. وهذا يتطلب من عندك مجموعه اشياء، من ضمنها نقدر نحكي انه knowledge is very important to be a pharmacist. يعني ممكن تكون عندك limited knowledge and you become a pharmacist. You have to have extensive knowledge. يعني لازم تكون معلوماتك كلش عالية، قدراتك العلمية عالية حتى تكون pharmacist. لذلك شفتوا الكم الامتحانات اللي واحد يمر بيه حتى يقدر يصير pharmacist. فذا knowledge كلش مهمة حتى تكون pharmacist، وهذا جزء من المسؤولية اللي عليك خلينا نقول healthcare provider or healthcare professional. الاكونتابلتي، واتس الاكونتابلتي؟ الاكونتابلتي هي انه انت مسؤول قدام المريض، مسؤول قدام الطبيب، مسؤول قدام الشركه، مسؤول قدام البورد اوف فارماسي، مسؤول قدام السي دي سي، مسؤول قدام الاف دي اي، كلها انت مسؤول قدامها انه تؤدي هذه واجباتك بشكل صحيح. فاذا الاكونتابلتي هي موضوع كلش مهم. حتى تكون صيدلي لازم عندك قدره على انه انت تتحمل مسؤوليه كامله عن كل ما يحصل، وانت يعني ممكن تعرض لعقوبة مجرد لأشياء بسيطة يعني أحياناً هنا. فالأكاونتابلتي يجب أن تكون كلش عالية حتى تقدر تكون صيدلي. passion to help. طبعاً هي أي healthcare provider، أي شخص سواء طبيب أو صيدلي، أو أنا متأكد دكتور محمود يعرف هذا الموضوع أيضاً، دكتور عليك تشافه، أنه passion to help مطلوب. لازم يكون عندك الرغبة أنه تساعد. هي عملك كصيدلي هو يجب أن يتضمن أنه أنت تكون عندك الرغبة أنه تساعد الآخرين، لان هذا اساس العمل، انه تشوف مريض يحتاج فشيء تحاول قدر الامكان تساعده. فاذا يجب ان يكون عندك passion to help. واخيرا a big heart. صدقوني موضوع ال big heart، قلبك لازم يكون كلش كبير حتى تكون صيدلي، especially اذا تشتغل انت بريتيل فارماسي، صيدليه بال يعني التجاريه، خلينا نقول تتعامل ويا مرضى، لانه احيانا تمر بمواقف يعني كلش صعبه. لازم تحافظ على الهدوء مالتك، لازم تحافظ، you have to stay professional. مرات يحكي عليك المريض، مرات يصيح عليك المريض، لكن انت هدفك بالنهايه انه انت تساعده. فلازم تفكر انه انت لازم اساعد المريض، فانا بدل ما اصير عصبي وبدل ما اتنرفز لازم احافظ على الهدوء مالتي، ولازم احافظ على قدرتي على انه اتعامل ويا هذا الموقف بشكل professional بدون ما اسوي مشاكل. طبعا هاي المشاكل مو بس ويا المريض، ممكن تصعد اكثر ويا الشركه، ممكن تصعد ويا البورد، هاي كلها مؤسسة ممكن تحكم علاقتك ويا المريض. فلازم يكون عندك قلب كلش كبير حتى تقدر تتعامل ويا المرضى بشكل عام بالصيدلية. فلذلك انا حكيت it's not only a privilege to be a pharmacist, it's a responsibility. وقلنا انه knowledge والaccountability, passion to help and a big heart. هسه نرجع للknowledge. حقيقة هذا الموضوع كلش interesting, very interesting. دكتور محمود ذكر جزء من عنده، وانا احب يعني اضيف على هذا الموضوع. knowledge هو من نقول knowledge يعني انت معلومات الصيدلانية تمتلكها واللي تأهلك ان تكون صيدلي professional pharmacist. knowledge يعني مثلا building will result in، يعني شنو الاشياء اللي ممكن تستفيد من عندها من knowledge، من المعلومات اللي تملكها. building trust، يعني انت ويا مريض، المريض يحتاج من انت تكون عندك knowledge ويجيك المريض ويعرف انه انت تفتهم، خلينا نقول بالمجال مالتك، بالاختصاص مالتك، وقادر ان تنطي المعلومه بشكل صحيح، وتقدر انه يعني توصلها للمريض بشكل مبسط اساسا همنا، والمريض يثق فيك. فانت ايش سويت؟ انت يو كريتد ا بزنس، يعني المريض راح يرجع لك لانه انت قام يثق بيك، وقام يعرف انه هذا الصيدلي هو الشخص اللي انا احب اروح للصيدليه مالته، مو بس على مود السعر، بس لانه هو هذا الصيدلي عنده القدرة والإمكانية أنه يعطيني المعلومة بشكل صحيح. فإذا هي building trust is a business، كنا نعرف أنه بأي عمل هي building trust is a business، سواء بالصيدلية أو بغير مكان. فإن شلون تبني trust؟ عن طريق professional knowledge.
فهذا الجزء الأول أنه شلون تحول البزنس إلى profit. شلون تحول البزنس إلى profit another way. There is adherence and follow-up. ذكر جزء سمع على جزء دكتور محمود. الadherence and follow-up هنا طبعاً computerized. الكمبيوتر يدز للمريض يقول له ترى عندك وصفة يحتاج تمليها، ترى أنت متأخر مثلاً أو قريب راح تستحق هاي الوصفة، تقدر تملي هاي الوصفة، تريد تملي هاي الوصفة لو لا مثلاً. أو مرات نملي الوصفة إذا هو نسميها الأوتو ريفلز اللي هي إحنا نملي الوصفة للمريض، فندز الكمبيوتر يدز له يقول ترى الوصفة ما تك جاهزة. طبعاً المريض لازم يوافق على الموضوع، نقول الوصفة ما تك جاهزة تعال خذها. بالإضافة إلى هاي الأدهيرنس والفولوب هو الكونسلتيشن، من تيجي تحكي ويا المريض تقول له إنه أنت هذا الدواء ما ضغط، فإذا تحتاج أن تستخدم بشكل مستمر وتشرح له ليش، فإذا أنت حققت long term relationship with this patient، حققت علاقة طويلة الأمد ويا المريض. هاي علاقة طويلة الأمد راح تنتج إلى شنو؟ تنتج إنه أنت حققت مبيعات مستمرة من خلال هذا المريض. فإذا هي another reason that the knowledge is profitable. Also adjuvant products. وذكر هذا الدكتور محمود ايضا بالمحاضره مالته انه السبلايز اللي ممكن نعطيها او الاذر برودكتس اللي ممكن نعطيها ويا البريسكريبشن. مثلا اعطيكم مثال، عندنا مثلا الايرون ثيرابي، الحديد يحتاج اسيدتي حتى يصير بي ابزوربشن. فبالتالي هوايه من الصيادله او حتى الاطباء يكتبون فيتامين سي وذ ايرون. ليش؟ لان فيتامين سي يزيد absorption of iron. هو استفاد من النولج أنه الفيتامين سي هو يساعد الايرون، فبالتالي تحول الموضوع من مجرد أنه بس نولج إلى أنه more sales. Like you increase your sales by adding another product to your sale. So هنا بهالحالة إذا من المهم أنه نعرف أنه adjuvant products هي أشياء تساعدك إلك، تعطيك profit إلك كصيدلي. فلازم تفكر دائما تستخدم النولج مالتك. هذا البرودكت ممكن يأثر على الفيتامين ابزوربشن، فإذا نخلي let me recommend some vitamins to this patient. خلينا أقول له أنه أنت ممكن تحتاج فيتامينز بالنسبة لهاي، لأنه الدواء مالتك ممكن يأثر. أنت مثلا خلي أذكر بعض أمثلة، مثلا أكو أنتي أوكسيدنس مرات تحتاجها ويا بعض الأدوية، فتقول للمريض أنه هذا الأنتي أوكسيدنس مطلوب. أبسط شيء النانسترويدلز، ممكن تقول للمريض أنه مثلا ممكن هذا يأذي معدتك، فبالتالي تحتاج فاموتيدين او رانيتيدين او يعني زنتك او غيرها هاي الادويه. فبالتالي يعني انت خلقت فرصه جديده لك للمبيعات، وانت هاي استخدمت العلم اللي تملكه كفارماسيست حتى تزيد هاي المبيعات. اكو اذر كلينيكال سيرفيسز اللي هي نسميها الام تي ام والايمنايزيشن الى اخره. طبعا الايمنايزيشن هنا الصيدلي يعني جزء من المنظومه مال الايمنايزيشن بالولايات المتحده. هوايه من الكوفيد فاكسينز، يعني انا شخصيا منطي 1500 الى 2000 شوت كوفيد فاكسين يعني. فهاي بالاضافه الى الانفلونزا فاكسين الى غيرها وغيرها وغيرها، هاي كلها اشياء ممكن تنضاف لك، تستخدم النولج والاكسبيرينس اللي عندك حتى تضيف مور بزنس تو يور فارماسي. فاذا الام تي ام هي عباره عن ميديكيشن ثيرابي مانجمنت، يعني اذا تجيب المريض وتطلع الادويه ما تخليها بليست وتقعد تحكي وياه. انا احكي احنا هنا مانوال، ما نحكي كمبيوترايز. تجيب الادويه تخليها بليست وتقول له هاي الادويه هي ما تكفي، انت هذا الدواء ممكن يتداخل ويا هذا الدواء، وممكن هذا الدواء مثلا يزيد تاثير هذا وهكذا. ارجع اقول لكم انه هنا كمبيوترايز، يعني ممكن نشوف هذا الشيء بالكمبيوتر، الكمبيوتر راح يقول لك انه هذا التداخل موجود. لكن يعني احنا خلينا نقول يعني كميه الادويه بالعراق هي محدوده مقارنه، هنا اكو هواي ادويه اكثر يعني. فممكن انه واحد يعني المين دراج انتراكشنز الاشياء الاساسيه ممكن يحكيها حتى يسوي يعني. فالمريض يقول من شنو بهالحال راح يثق بيك، يقول هذا الصقل يعرف شنو يحكي، يعرف انه هذا الدواء ممكن يتاثر به، خصوصا اذا يعرف انه مثلا هذا السايد افكت صار عنده. فبالتالي انت من تقول له هذا السايد افكت صار عندك، هو راح يثق بك اكثر، لانه يقول شوف هذا المريض شوف هذا الصيدلي يفتهم، انت خلقت بزنس اكثر. فاذا هي ارجع هذا الموضوع كلش مهم اشوفه، انه النولج از بروفيتبل. يعني لا حد يتخيل انه احنا مجرد ندرس حتى ننسى. وانا طبعا انا من الناس اتذكرها من خرجنا من الصيدله، هو اي ناس يعني حتى حرقوا الملازم، حرقوا الكتب، قالوا بعد بنقرا نهائيا. انا من الناس اللي قلت شو كافق لا، خلي ننهي الموضوع ونبدي نفكر ب صحيح دكتور محمود. زين، فاذا لازم نعرف ان النولج از بروفيتبل، راح تضيف لك هواي اشياء بالبزنس. ننتقل للموضوع اللي بعده اللي هو ايضا
utilizing technology واللي قسم عندها شيء القسم قلت محمود أخذ باستفاضة أكثر. Computerized pharmacy is a key for success. يعني أنت ما ممكن تظل إلى متى تظل إنه أنت تشتغل manual. هذا الموضوع بعد يعني لابد أن وجود سقف إلى يوم من الأيام لازم يتحول أي شيء كل شيء إلى computerized. لأنه الكمبيوتر هو يقدر يخزن لك الأشياء بشكل سريع. يقدر تقدر تسحب المعلومة بشكل سريع. تقدر تعرف يعني إذا أنت مثلاً تريد تسوي أي شيء بسرعة تقدر بالكمبيوتر سيرش لقيتها بدل ما أنه يعني ممكن تستخدم دماغك اللي طبعاً أكيد عندك مشاغل ثانية وما معقول راح تتذكر كل شيء. فإذا الكمبيوتر هو تول أساسية ومهمة بالعمل بالصيدلية فيعني هذا الموضوع كلش مهم. طبعاً شيء أنواع السوفتويرز ذكرها أكثر دكتور محمود لكن أنا راح أفصلها بشكل عام أنه السوفتوير to save patients information. عندنا المريض نخزن كل مريض عنده فايل هذا الفايل هو الشخص يعني نعرف يشمل اسمه عنوان تليفونه إذا عنده حساسية من أي مرض هاي الأشياء كلها يشملها الفايل بالتالي أنت من تباوع على هذا الفايل تقدر تعرف الهيستوري مال البيشنت تقدر تعرف مرض حتى الدياغنوسيس مال المريض هم مرض نخليه بالفايل فإذا والكمبيوتر إذا بالنسبة للسيستمز الموجودة يقدر يقول لك أنه أكو دراج انتراكشن بين هذا الدول اللي نصرف اليوم والدول اللي موجودة هذا المريض بشكل بهاي الحالة. فإذا هاي أشياء كلش مهمة إنه تحافظ على سلامة المريض أيضا تخزن معلومات المريض. Software to provide clinical information يعني مصادر بشكل عام يعني إحنا طبعا رجع أقول على ال clinical إنه هاي إحنا نسميه DUR. DUR هو عبارة عن drug utilization review اللي هو كل وصفة جديدة أو عن مثلا عندك اثنين أدوية أو ثلاثة المريض يأخذ في system يعطيك DUR اللي هو drug utilization review حتى تراقب انه هاي الوصفات تتداخل بيناتها ولا فاذا السيستم يضيف لك clinical information انت طبعا تستخدم your professional judgment حتى تعرف انه هذا التداخل يعني مهم بالنسبه للمريض لو تقدر تسوي له override تتجاوزه طبعا بالاضافه تقدر تستخدم كتب مصادر يعني clinical pharmacology مثلا ماكو صيدليه ما بيها clinical pharmacology إيبوك يعني فترجع رأس التكنيكال فارماكولوجي وتدور المعلومة اللي تريد. عندك software to track sales and calculate profits. طبعا يعني أكيد صيدليات ضخمة وشركات لابد أنه أكو software حتى يعرف إيش قد بعت إيش قد ربحت بهاي الوصفة إيش قد راح يرجع لك خلال هذا الشهر حتى عدد الساعات اللي تستخدمها بالنسبة لك وبالنسبة للستاف مالتك إيش قد فبالنتيجة النهائية أنه هاي الصيدلية profitable ولا لا. فإذا هو إذا سمعون مثلاً مرات يسدون صيدليات لأنه ماذا تجيب ربح فإذا هاي شلون يعرفون إنه ماذا تجيب ربح من الكمبيوتر سيستم اللي يقول لك النتيجة النهائية هاي صيدلية مربحة أو لا وشنو تقدر تسوي أحياناً حتى تخليها مربحة بس حكينا عن الصيدلة بالولايات المتحدة بشكل عام وحكينا على بعض التفاصيل وشنو مسؤولية الصيدلية نرجع الموضوع لأنه احنا الهدف من كل هذا الموضوع انه مو بس نطرح الفكره انه شلون الشغل هنا الهدف انه شلون نستخدم شنو التجارب اللي ممكن نستفاد من عندها الصيدله بالعراق على مود نقدر نتقدم بمهنه الصيدله طبعا من كتبت small steps towards larger goals طبعا الجولز الاكبر انه نوصل الى مرحله كلش متقدمه نقدر نستخدم الكمبيوتر نقدر نستخدم تكنولوجيا على مود for patient safety for sales for clinical لكن خلينا نبدي بخطوات لانه ماكو واحد يبدي يقفز هي طريقه 1000 ميل يبدا بخطوه فسمول ستيبس توورد لارجر جولز خلينا نشوف شنو اول ستيب اللي هي سمول ستيب لكن ممكن تؤدي الى لارجر جولز وير ا وايت كوت اند ا بادج اكت بروفيشنال طبعا انت هنا انا ما اعرف بالنسبه لاوروبا لكن الولايات المتحده الصيدلي مجبر انه يلبس الصدريه القانون مو قانون حق الشركات البوليسيز تجبر الصيدلي انه يلبس الصدريه ليش لانه هذا تنطيك يعني المريض من ينظر اليك ك بروفيشنال بيرسون ما ينظر اليك كشخص عادي لابس قميص ورباط وما ادري شنو قاعد لا ينظر اليك كبروفيشنال بيرسون تتأدي واجب ان بروفيشنال بزنس فاذا ان تلبس الصدريه وتخلي اسمك والباج هذا الشيء ممكن كل شيء يساعدنا بالصيدله بالعراق طبعا لانه احنا عندنا هوايه دخلاء والدخلاء ما مستعد يحط اسمه ويقول أنا صيدلي مو لأنه خايف من القانون لأنه يخاف ينسأل صراحة لأنه يخاف ينسأل إذا أنت تملك المعلومات وإذا أنت واثق من نفسك كصيدلي وتعرف شلون ترجع حتى لو ما تعرف المعلومة تعرف شلون ترجع للمعلومة وتجيبها وتقدر تشرحها للمريض بشكل مبسط وتفهمه
بالإضافة إلى أنه professional attire أنه لابس الوايت كوت حاطط باج مالتك أنه صيدلي الفلاني راح يحس المريض أنه هذا الشخص هو trustworthy يعني هذا الشخص أنا أقدر أثق به تمام فهذا الصيدلي هذا هو الشخص هو الصيدلي اللي أنا المفروض أحكي وياه مو الدخيل اللي هو ما يعرف شنو اللي يحكي مجرد يبيع الدواء فإحنا حتى نميز هاي أول خطوة ممكن أنه نسويها أنا أعرف فيها صعبة أعرف أنه الجو حار أعرف أنه هواية الناس راح يقولون لا شنو صيدلية شنو بس لي صدرية وما أدري شنو وحقيقة صعبة أنت من تبدي يعني أنا جربت بالعراق أن ألبس صدرية وبعدين شو ولا فترة بطلت بس بالحقيقة أنا أشوفها يعني من جهة هنا أشوفها أنه موضوع كلش مهم حتى لو بالبداية تشوفوا نفسكم شوفوها صعبة بالبداية لكن بعدين ممكن أنه ورا فترة من أنه أنت تلبس صدرية وغيرك يلبس صدرية وغيرك يلبس صدرية تصير الصورة مألوفة عند العالم يعني هي ما راح تبدي بشكل يعني أنت بس بوحدك وهاي لا إذا أنت قد نفرض هاي المنطقة بغداد جديدة أو باب الشرقي أو الحارثية خلنا نفرض أغلب صدرية لابسين صداري يصير الموضوع عادي لو مو عادي من الطبيعي أن يصير عادي يعني أنا يعني أتمنى أن نقابة الصيادلة تساهم بهالموضوع وتشجع طبعا ما نقدر نفرض هي ما نريد نفرض نريد نشجع على ارتداء الصدرية بالصيدليات حتى to act professional to look professional for our pharmacists okay هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية هي طبعا قبل ما أحكي الخطوة الثانية هاي أنا شخصيا لابس الصدرية أكو صورتين الصورة اللي هي لابس فيها الماسك هاي صورة قديمة من كنت متدرب كنت أشتغل بتحضير ال هرمونز طبعا يعني هنا يعني تحضير هرمونز يعني تخبط وتوزن وكذا وهاي فلازم عندك هود ولازم عندك مناظر هاي الجوجلز لازم عندك الماسك كلها وتشتغل جوا الهود حتى تحضر هاي الكيميكالز لان هاي الكيميكالز ممكن تاثر عليك ممكن يصير ابزوربشن تلبس جلوفز كل هاي الاشياء يعني لازم تسويها وانت تشتغل هاي مثلا فارماسي انترن هم كنت لابس صدريه الصوره الثانيه هي صوره حديثه قبل يعني شو اسمه يعني مبين انه شعري صاير اقف بيها من التعب والشغل هنا الصوره هاي حديثه قبل تقريبا اسبوعين اخذتها ورا ما عزلنا الصيدليه اخذتها واقف الكمبيوتر قدامي طبعا فاخذت الصوره بشكل شخصي اللي تشوفونها انا لابس الباج ولابس الصدريه وهذا الحكي طبعا من تدخل الصيدليه الى ان تطلع هو انت لابس الباج والصدريه الستاف اللي وياك يعرف اسمك لأنه أنت عادة يعني مرات يبدأ الستاف يجي من غير مكان أو شيء فالستاف اسمك مريض يعرف اسمك ويعني نوع من زرع الثقة بينك وبين المريض حتى المريض من يقول صيدلاني فلان صيدلاني علي صيدلاني محمد صيدلاني كاظم وهكذا فإذا هاي النقطة كلش مهمة أنا أشوفها بالنسبة لنا كخطوة أولى حتى نحقق الثقة بين الصيدلي والمريض and to act professional and look professional النقطة الثانية اللي يقدر الصيدلي العراقيين كلهم يقدرون يسووها طبعا بعد يحتاج احنا ان نكون طبعا اكو جهود كل الجبارة من الكلينيكال تيم بالعراق واشكر طبعا الدكتور علي عزيز هم اكيد واحد من الناس اللي ساهمون بهذا الموضوع بشكل جدي انه شلون احنا لازم الصيدلي يقترح على المريض انه يختلف في الولايات المتحده اكو ولايات مثلا ما دام الوصفه جديده اجباري لازم تروح للمريض وتقول له لازم تروح للمريض وتقول له انه هاي الدواء جديد فلنخذه اشوف اشرح لك عليه اكو ولايات لا مجرد انت الستاف المساعد وياك يقول للمريض يقول له تحب تحكي ويا صيدلي مثلا حتى على مود الدواء مالتك بهالحاله يعني بالعراق انا افضل انه ما نبدي بموضوع اجبار المريض نبدي بموضوع offer to consult offer to consult يعني انت جاك المريض انت عندك اي سؤال عن هذا الدواء تحب اشرح لك عن هذا الدواء ما اخذه قبل انت يعني اكو فت سؤال تحس انه هذا الدواء ده يفيدك هواي اشياء ممكن تبدي بيها تحكي بيها ويا المريض عن هذا الدواء فبالتالي انت offer to counsel من when you start offering المريض راح يعرف انه انت الصيدلي لانه الدخيل ما يقدر يسويها الدخيل ما يعرف ما عنده النولج بس انت تطلب من المريض انت تعرض على المريض انه انا مستعد انطيك معلومات اكثر عن هذا الدواء فبالتالي انا الصيدلي انا اللابس الصدريه وهذا الباج مالتي
وأنا اللي أقدر أعطيك المعلومة اللي تستفاد من عدها. فإذا offer to counsel أنا أتمنى وهاي دعوة حقيقة من عندي أنه كل الصيادلة بالعراق يحاولون أنه they need to try to offer to counsel, يعني خلوها standard offer to counsel all the time. وأتمنى حتى النقابة تخلي هذا الشيء جزء من برنامجها بالمستقبل, أنه الصيدلي لازم على الأقل offer to offer the counsel, يعني لا يجبر المريض, إنما يسأل المريض إذا يريد consultation, إذا يريد. طبعاً بالنسبة إحنا نسميها patient education بالعراق, أتذكرت إحنا نسميها counsel. فخلي الصيدلي يقول للمريض أنت عندك أسئلة سؤال عن هذا الدواء, خلينا نبدأ بهذا الموضوع. أي سؤال عندك عن هذا الدواء مثلا, هذا بس فشي كلش بسيط, ولا شوي بعد فتره انت يجوز هم ما تعرف المعلومه, بالتالي راح شو تسوي؟ راح ترجع تقراها تدور زين. فاذا راح تبني النولج عندك اولا, وراح تبني علاقه ويا المريض بشكل ثاني, وبنفس الوقت راح تضمن البيشنت سيفتي, لان البيشنت يجوز اللي ياخذ الدواء هذا ما ضغط الغير شيء, وصاير كلش هوايه حتى هنا تصير. يعني المريض ممكن تعطي دواء ما ضغط يتصور هو ما السكر, تعطي دواء مال السكر يتصور هو مال غير شيء, كلش طبيعي, لانه انت صيدلي وتعرف هو شغلته غير شغلته مهندس او غير شيء ما له علاقه بالكلينيكال فيلد, ما يعرف. انت لازم انه تبدي تثبت نفسك وجودك كصيدلي. احيانا اشياء بسيطه, مجرد نقول هذا انتي بايوتيك, مرات تقول له هذا ورا اكل لا قبل الاكل, بس انت خلي ببالك شغله واحده, انه حاول انه لا تجبر المريض, خصوصا بالمرحله الاولى. يعني اذا نبدي كخطوات لا نجبر المريض انه ياخذ الكونسل, لانه جسم المريض مريض, هاي هو اختيار, يعني ما نجبر احد, لكن خلينا نبدا بهاي الخطوه حتى نحقق اول طفره بمجال انه نثبت الصيدلي وجوده بالصيدليه مهم, وممكن يقدم خدمه كلينيكال سيرفيس اذرز كانت دو. العفو دكتور سامر على المقاطعه, احنا عندنا دكتور محمود عنده فطور يمكن نحتاج, اذا امكن عندنا خمس دقائق نسوي سمري او راب اب. خلاص مو عنده فطور, فريده اذا اكو اسئله إيه قبل ما يروح. شكرا جزيلا. حاضر دقائق وخلاص. شكرا جزيلا. حاضر. النقطه الثالثه هي stand up with a smile and tendency to offer help. طبعا احنا بالعراق شايف, يعني انا من الناس احكي عن نفسي, كنا نقعد على الكرسي ويجي المريض نقعد نعطي الدواء هالشكل, هاي ثلاث مرات اربع مرات تروح من جسمه من دوخ نفسنا. لا, هي مو هالشكل. هو المفروض انت كصيدلي لازم توقف المريض. طبعا انا موجود بكل السيستم هنا بكل مكان, لكن صيدلي بشكل عام, حتى الطبيب من تروح للطبيب العيادة يوقف لك, ما يضل قاعد, يوقف يضحك بوجهك ويقول لك شلون اساعدك. فاذا هذا الشيء ايضا يضيف للمهنة الصيدلة بشكل كلش كبير, ويخلي ثقة المريض بالصيدلي اكثر مما. النقطة الرابعة اللي هي talk to doctors about your concerns. انت اكيد عندك concerns, شوف اكو prescribing pattern ما يعجبك, شوف انه اكو غلط, او المريض او الطبيب ده يبالغ بصرف شيء معين. طبعا يعني ممكن انت ترتب لقاء ويا الطبيب وتحكي وياه, تقول له يا بعني ده لاحظ هالشيء, بس حبيت اقول احكي وياك بهالموضوع ممكن, يعني او تدعو للصيدلي انه يزورك مثلا بعد نهايه الدوام, حتى مثلا تسولفون بهالموضوع, يعني ممكن تحكون بها بشكل يعني بروفيشنال. دائما من تحكي ويا طبيب او اي شخص ثاني لازم تستخدم ثيرد بارتي ريفرنس, يعني انت المعلومه بدماغك, لكن انت الشخص هذا يعني يريد مصدر ثاني حتى يعتمد عليه, فبالتالي عندك ريفرنس. لذلك نقول عندك كمبيوتر, عندك ريفرنس تفتحه وتحكي شويه طبيب. بس احب اضيف انه الفاينل ديسيجن از ذا دكتورز ديسيجن, وي هاف ذا رايت تو انترفير بولايتلي اند بروفيشنالي. يعني انت من حقك انه تتدخل بشكل مؤدب بشكل بروفيشنال وتنصح الطبيب, او توضح للطبيب, مو تقول تنصح, توضح للطبيب وجهة نظرك عن هذا العلاج او هذا الدواء. فبالتالي لكن الطبيب هو بالاخير هو صاحب القرار, خلي نكون واضحين بهالموضوع حتى هنا, الطبيب هو صاحب القرار. انا ما اعرف اذا دكتور محمود عنده نفس الراي هناك, الطبيب هو صاحب القرار, احنا مجرد علينا انه نوضح الفكره, وممكن يكون ناسين شيء او يعني غفلوا عنا, او يعني كل شيء يصير, نحكي بشكل خاص بيناتنا privately professionally and politely. وهي ذكرناها قبل شوية, keep a computer in your pharmacy with earphones and a printer. كخطوة أولى كنا لازم يكون عندنا كمبيوتر, يعني ممكن تكون آيباد, ممكن يكون يعني لابتوب أو just any computer. حاول أنه دائما تحدث الرفرنسز عندك, على وان نقابة أن تقدر توفر رفرنسز للصيادلة بشكل دوري, يعني مثلا كل سنة تعال جدد
جيبوا ياك سلا شو اسمه سي دي، اخذ هاي الريفرنسز اخذها وياك للصيدلية او رام او شوف شنو، اخذ هاي الريفرنسز للصيدلية هاي مال 2022 2023 وهكذا. فكل صيدلية يصير عندنا نفس الريفرنسز، يصير عندنا ستاندرد واي اوف دوينج ثينجز. Do not hesitate to check your knowledge. Providing the correct information is important for patient safety. طبعا يعني هذا الشيء طبيعة بشر، مرات يسألك واحد يقول لك هذا ثلاث مرات لأربع مرات، أنت ما تتذكر ثلاث مرات، تعتقد هذا صحيح لو أنت مثلا بهالمكان وأنت يعني أنت المريض وصيدلي يسوي هذا وياك؟ طبعا لا، لأن هذا يعني أول شيء ethical unethical ما يصير. والشغلة الثانية أنه أنت يعني check your knowledge، مو عيب انه انت تتاكد من معلوماتك. ارجع مثلا اوكي انا اسف بس يعني حسب ما اتذكر هو كان ثلاث مرات باليوم، بس خلينا نتاكد من مصدر مالتي بلا زحمه عليك. افتح الكمبيوتر على السريع، والله الكمبيوتر يقول ثلاث مرات، ممكن يصير ثلاث ممكن يصير اربع، فاذا انت صح، او الكمبيوتر يقول اربع، فخلي ممكن مثلا نحكي ويا الطبيب، ممكن مثلا نفتهم شنو القصه اكثر. ف يعني في طريقه معينه انه to check your knowledge. Always check your knowledge if you feel hesitant about what you are saying. طبعا patient safety is important. يعني هاي هذا الشيء حتى تضمن انه المريض يثق بك من جهه، وتضمن انه انت ما تأذي المريض، وهذا بجزء من القسم للناس. وهذا الشيء يعني الجين ياخذنا الى انه continuing education، اللي هو ممكن تكون بنفس هاي الطريقه، ممكن انه بس مجرد ان تفتح الكمبيوتر تتاكد معلومه خلال اليوم انت سمعتها وحبيت انه تعرف انه انت سويتها صح لو غلط، او حبيت انه تتاكد من عندها وتحكيها للمريض، او ممكن انه انت تفتح الكتاب او الكمبيوتر او الايباد او التليفون أو اي شيء، وتحاول تقرا لك 15 دقيقه باليوم اثناء عملك بالصيدليه او بالبيت او قبل ما تنام، او ممكن انه ساعتين بالاسبوع. المهم انه انت المهم انه انت تطور النولج عندك اوفر تايم، وطبعا هاي تنبني مع الوقت. هو بين قوسين invest in yourself، راح تبدي بشكل بسيط وبعدين راح تصعد. النولج ما ينبني بيوم وليلة، ينبني gradual. فإذا ابدي أصعد السلم من أول درجة، اتعلم أنه offer to cancel, read more, wear a white coat، البس الصدرية، البس الباج، act professional. هاي كلها أشياء develop your knowledge is very very important first of all. I could have investing in yourself. Who have investing in yourself? Has a deal investment in your pharmacy and in your business. Thanks for listening. وأعتقد هسا المجال questions. شكرا دكتور علي. شكرا دكتور محمود. أترك لكم المجال. شكرا جزيلا. شكرا دكتور سامر على هالمحاضرة الرائعة، وعلى دكتور محمود. وحقيقة كلش استمتعنا إحنا، يعني متونسين، بس إحنا لضيق الوقت شو اسمه هسه احنا عندنا اسئله يمكن لدكتور محمود، اعتقد كم سؤال خالين. ما ادري دكتور كاظم عنده تداخل، تفضل دكتور كاظم. بكم دكتور علي، شكرا جزيلا لاتاحتنا الفرصه اليوم نلتقي مع زملاء اعزاء ومحاضره قيمه ضمن النشاطات العلميه اللي تقيمها اللجنه العلميه بنقابه الصيادله، وكان اليوم يعني دور كبير إلى حضرتك بإدارة جلسة الميتينج مع واستماع إلى محاضرات قيمة من قبل دكتور محمود ودكتور سامر. أول شيء دكتور سامر أنا مشتاق له جدا، أخ عزيز وغالي، وإحنا سعيدين اليوم نسمع بهاي المحاضرة القيمة الرائعة جدا، وإن شاء الله نبقى على تواصل للفائدة والاستفادة من عندها من قبل الزملاء الحاضرين. صراحة اليوم أسعدنا وجودكم، معلومات قيمة جدا. أشكر أيضا دكتورة بان زميلتنا عضو اللجنة العلمية، كان لها كلش يعني تأثيرها في وضع اللمسات الراقية للورش للمحاضرات العلمية اليوم، وكذلك أشكر زملائي باللجنة العلمية. سؤالي الدكتور محمود، وقبل أن يفطر إن شاء الله صيام مقبول افطار شهي واجر ثابت، موضوع تحدثت عن التامين الصحي انه هو مغطاة في النرويج، واثرت موضوع انه نقابه الصيادله لها اثر كبير في تسعيره الادويه. يعني احنا في العراق عندنا وزاره الصحه ضمن منهجيه معينه بالتعاون مع النقابه في ترتيب وضع التسعيره،
لكن الأساس هي للوزارة. فأنت أثرت موضوع كلش مهم، تأمين صحي، وأن يكون النقابة لها دور كلش كبير. هذا سؤال الدكتور محمود. الدكتور سامر يعني حقيقة معلومات راقية جدا، نبشر أنه إحنا كنقابة بدأنا في خطوات كلش كبيرة في وضع هيكلية لكل محلات الصيدلان ومنها الصيدلية، من حيث الموجودين من الزملاء الصيادلة أصحاب الامتياز أو المسؤولية أو التواجد، وكذلك العاملين. وإن شاء الله نوصل الخطوات هي الوصول أنه العمل داخل الصيدلية ضمن سياق علمي ويعني احترافي مهني، أنه نشجع الصيادة على لبس الصدرية والباج، وإن شاء الله أكو متابعة من قبل النقابة وتوجيههم على هذه الأشياء ودعمهم. وأيضا أنت تحدثت عن موضوع استخدام الكمبيوترايز في العمل الصيدلاني إن كان بالصيدلية أو بالمحلات الأخرى، وكذلك تطوير معلوماته من حيث تطوير المعلومات الصيدلاني من حيث الدورات اللي إن شاء الله كل لجنة علمية راح نقوم بها بالأيام القادمة. راح تبدأ هاي الدورات المهنية بوجود كل الزملاء الأعزاء أعطاء يعني كافة المعلومات المتعلقة بذلك. أنا ما أريد أخذ وقت يعني كثير، أشكر دكتور علي يعني صراحة. شكرا بروفيشنال وزميل راقي، وأتمنى يعني ما أخذ من الوقت، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور كاظم. أعتقد دكتور محمود هذا السؤال كنا سألناه، إذا ماكو ربح الحكومة متدخلة بالتسعيرة، ماكو out of pocket payment للأدوية، الناس اللي يعني كل الأدوية مغطات أيامكم، ماكو نسبة ربح للصيادلة، يعني ما أعرف هاي الحقيقة هم محزنة يمكن السالفة، مو كل السعيدة. أي هي صح هيك السالفة، فعلى مودي قلت لك الشركات كلها تدور على طرق ثانية للربح، مثل اللي ذكرها من الدكتور سامر إنه مثلاً تنصح المريض إنه يشتري في شيء بصف الدواء، إنه تسوي عروض، إنه الصيدلية مكان الوصفات يكون خاتل بصراحة مو كلش ظاهر. أهم شيء عندك العروض، أهم شيء عندك مبيعات الثانية على مدى تغطي الكوست. هذا فالشيء دائما البرلمان يحكي به، الحكومة تحكي به، الشركات تحكي به، وصراحة يعني هاي مشكلة يعني النظام الصيدلاني بالنرويج بشكل عام. الحكومة تتحجج تقول لك إحنا من بدينا نتحكم بالأسعار كان عدد الصيدليات 400-500، هسه حاليا عدد الصيدليات 1036 صيدلية بالنرويج، يعني صار أكثر يعني تقريباً 3 أضعاف. بما أنه الصيدليات تتضاعف وسنوياً تزيد عدد الصيدليات، فمعناته أكو أرباح. إذا هاي مسألة تحكمنا بالأسعار ما يأثر على الـ على الـ على فتح صيدليات جديدة. فهنا بده يصير الكونفليكت بين الشركات وبين الحكومة. الشركات تقول لك لا، إحنا الأسعار يعني مدمرين أنتوا بالأسعار. وعلى سبيل المثال مرة بعت دواء سرطان، بصراحة ما أتذكر اسمه، تقريباً كان سعره بوقتها 20,000 دولار، حسبت الربح الصافي مالته 150 دولار. فيعني فشي جداً معدوم، يعني أنت مستثمر 20,000 دولار على ما تربح 150 دولار. فعلى وديتي واحدة من نصائحي أنه أوكي تحكموا بالأسعار بالعراق، خلي النقابة تتحكم أو وزارة الصحة أو شو منو عند السلطة اللي يتحكم، بس بشكل بحيث يكون مربح للصيدلية ومناسب للمواطن. إحنا هنا يفكرون بس مناسب للمواطن، ما دي يفكرون مربح للصيدلية أبد. فهاي المشكلة اللي عندنا إياها. وعندي بس تعليق بسيط على شغلة الصدريات، أتوقع مسألة الصدريات لبس الصدرية، أتوقع هاي شغلة ثقافة مجتمع. إحنا هنا أبد ما عندنا صدرية، يعني لا بالصيدلية لا بالمراكز الصحية لا الطبيب لا المستشفى، ما عندنا هاي الثقافة أبد. عندنا ثقافة الزي الموحد في كل شركة، عندنا إياها بالصيدليات إنها زيها الموحد، عندنا الباج والاسم أوكي، وبالمستشفى عندهم زي موحد، الجراح عنده زي موحد، الأخصائي زي موحد، فعندنا إحنا ثقافة الزي الموحد. بس أنا طبعاً أؤيد فكرة الدكتور سامر، لأن بالعراق ثقافة الصدرية ماشية، فإذا الصيدلاني بالعراق يبقى الصدرية فشي جدا رائع. هي نفس الفكرة دكتور محمود حقيقة، هي زي موحد سواء صدرية أو غير صدرية، هي بس إحنا مثل ما ذكر حضرتك هي مسألة أنه هو بالعراق يعني المعتاد أنه الصدرية الشيء الوحيد اللي كل صيدلاني يملكه،
والشيء الوحيد اللي يعني يميز الكادر الطبي عن وما عندنا شركات، ماكو شركات حتى مثلا كل صيدلية لها زي موحد، هذا الشيء صعب التحقيق. فاحنا ننظر المواضيع يعني قابلة للتحقيق، هي صعبة أحسها شوي بداية تكون، لكن قابلة للتحقيق. طبعا إذا قلنا إذا نعوف موضوع الصدرية، حتى لو نخلينا الباج، الباج هو كلش مهم. يعني إذا مو صدرية فالباج، أنت لازم تلبس بروفيشنال بكل أحوال، قميص فتشي مرتب that's okay، وحط باجك. الباج هو راح يثبت أنه أنت صيدلي أو يراوي أنه أنت صيدلي حقيقة. إذا ما تريد تلبس صدرية، ولو أنا شخصيا أفضل أنه صدرية هي تكون الزي الرسمي، حتى مع الوقت يعرف المريض أنه هذول الصيادلة هم يعني الشخص هذا الواقف هو الصيدلي. وأرجع وأقول هذا مو أهم شيء، أهم شيء أنه offer to counsel. offer to counsel هي أهم نقطة أنه لازم الصيدلي العراقي يحققها، لأنه هو هاي الطريقة الوحيدة اللي يتعلم بها الصيدلي أكثر ويشجع أنه يقرأ ويطور نفسه. والطريقة الثانية والفكرة الثانية أنه الصيدلي راح يقدر يعني المريض راح يثق أكثر بالصيدلي، وبالتالي راح نخلق مبيعات أكثر. فهي هي هي ربح بالحالتين، سواء ربح للصيدلي كمعلومات، ربح للمريض كمريض لأنه يأخذ معلومة صحيحة، وكذلك ربح للصيدلي يعني ماديا. فهي كلها أشياء ممكن حق ربح، وممكن تبدي بشكل بسيط وتصعد وير وقت إلى أن تصل إلى مرحلة ممكن تكون يعني كلش يعني تثبت وجود صيدلي للصيدلي. شكرا جزيلا دكاترتنا. دكتورة خالدة تقول بما أنه إحنا ما عندنا حد الآن برنامج موحد، فتقترح أن النقابة تكون عندها برنامج موحد للصيدليات عمود يسهل للفارماسي مانجمنت، أنه النقابة تختار برامج تساعد الصيدليات في البرايفت أنه يكون على الفارماسي مانجمنت. شكرا دكتورة خالدة. وعندنا سؤال من الصيدلانية في الآيات، هناك أدوية تباع من السوبرماركت في الخارج، شرابات عشرية، مسكنات على سلاح، أعتقد هذا الشيء موجود بالقانون. دكتور علي صوتك هو دكتور صوتك مو واضح دكتور علي. يمكن يحتاج تطلع دكتور وترجع تدخل مرة ثانية. خلي أرجع أسأل السؤال. الصوت هسه زين؟ هسه أشتغل. أحد دكتورة عياد تقول بالنسبة لأدوية يبيعوها بالصيدليات. دكتور إذا عندك أثر من جهاز فاتحة بليز سده، لأنه ده يأثر على الصوت. أوكي هسه. وأتمنى يكون السؤال موجه لأحد الحضور حتى يكون. أنا أعتقد بأمريكا موجود هذا الشيء. دكتور محمود يمكن أشرت أنه بعض الأدوية تباع بغير المحلات، يعني ما يحتاجون أيضا الصيدلي يشوفها، ممكن يأخذها مثلا شرابات القحة وغيرها. بالضبط، شرابات القحة، أدوية حساسية، بخاخات خشم، مسكنات ألم إلى حد معين، هاي تنباع خارج الصيدلية، ممكن تنباع بالبنزينخانة، بالأسواق، هاي محددة بقوانين أنه ممنوع اللي يبيعها مثلا ينصح بيها أو يقول هاي ما شنو أو ينطي جرعة أو يحكي أي معلومة عنها، فقط يعني يمشي عن طريق الكاشير ويأخذ فلوس فقط لا غير. صحيح نفس الشيء، نفس الشيء موجود، لازم عندهم رخصة همينة. بالضبط. وبالمناسبة السعر هيك أدوية بالأسواق يمكن نص سعرها بالصيدلية، لأنه الصيدلية توفر له خدمة أنه يشرح لك عليها. دكتورة منال فضلي. شكرا جزيلا دكتور علي وزملائنا دكتور سامر ودكتور محمود على المعلومات القيمة. سؤال للضيفين دكتور سامر ودكتور محمود، يعني الحقيقة أنا جدا مهتمة بمسألة أنه الـ Adverse Reactions Reporting Systems اللي موجودة سواء بأمريكا أو بالنرويج، فأريد أعرف هنا أنا كنظام كمؤسسة صيدلانية شلون تسوون الإبلاغ؟ شلون تربطون نفسكم؟ هل أكو أونلاين ريبورتينج فورم؟ هل أكو أنتوا ملزمين قانوناً أنه تبلغون إذا شفتوا أي أعراض جانبية أو إذا أجا أحد بلغكم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني يخص الدراج ديسبوزلز أيضاً للضيفين.
او الويست مانجمنت داخل المؤسسه الصيدلانيه اللي تشتغلون بيها؟ شلون دا تسووا؟ هل اكو قانون يحكمكم؟ هل اكو تعليمات تربطكم بهذا الشيء؟ وفقط ردت اشير الدكتور سامر حكى انه اكو امتحان قوانين لكل ولايه، وايضا اعتقد الدكتور محمود شار هذا الموضوع، بس انه هنا حاليا بالعراق راح نرجع مره ثانيه ان شاء الله عن قريب بشهر الخامس نبدي نسوي دورات للصيادلة اللي يريدون يزاولون المهنة لازم يدخلون دورة تخص القوانين اللي تحكم المهنة بالعراق. فأتوقع هذا الشيء مفروض يكون موجود بكل العالم، مو بس يعني لا بأمريكا ولا بالنرويج ولا بالعراق. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور محمود، تفضل قبل أول جواب أسئلة بعدين. بالنسبة للسؤال الأول كان على الـ سايد إفكت، مو صح؟ على الريبورتينج دكتور محمود، على الريبورتينج يعني إذا ريبورتينج سيستم. على الريبورتينج سيستم، الريبورتينج سيستم إحنا يا أما صيدلية تسوي ريبورتينج على أي شيء، أو النرويج من البلدان القليلة بالعالم اللي صارت حكومتها إلكترونية 100%، يعني ما عندها دوائر دولة، دائرة الدولة ما تكتب تليفونك، أي معاملة تريد تسويها بالتليفون، وما يشملها شغلات الصحة. فأكو موقع اسمه يعني صحة النرويج، تدخل به وتدخل عن طريق السيكوريتي الخاص بك ويعني وثائق الدخول مالتك، وهناك أنت تقدر أنت كمريض تسوي ريبورتينج على أي شيء أنت تريد تسوي عليه ريبورتينج، على سايد إفكت، على دراج إنتراكشن، على أي شيء ثاني أنت كمريض تقدر تسويها أو كصيدلي تقدر تسويها. والمريض إذا جاء للصيدلية إحنا هم ملزمين إنه نسوي له إياها. بشكل عام الدول الاسكندنافية شعوب كلش مثقفة وكلش متعلمة بدرجة عالية جدا. فأنا خلال 10 سنين اللي اشتغلت هذه الصيدليات بالنرويج مرت علي فقط حالة واحدة مريضة جتي تريد تسوي ريبورتينج انه صار عندها وجع راس نتيجة اخذ حبوب الكالسيوم فقط لا غير، باقي الريبورتينج كلها المريض يسويها بنفسه. يعني نادرا ما يجينا مريض يقول لك تعال سوي لي ريبورتينج، لا هو يروح يسويها بنفسه اصلا. يجينا المريض داخل هو عيكون بالهذا الصحه النرويجيه داخل بالتليفون مالته ويقلب بالوصفات مالته يقول لي هذه الوصفه ولا هذه الوصفه ولا هذه الوصفه، كل شيء وجانب جاهز. وهذول المرضى اللي احكيت عليهم مواليد الثلاثينات، ومن اللي يدفع يسحب الماستر كارد مالته ويدفع لك هو مواليد الثلاثينات، يعني عمره 90 culture. اي شعب كلش مثقف ويعرف بالدواء مالته، يعرف اسم الدواء، يعطيك الاسم العلمي، يعطيك الجرعه، يعطيك شيء تريد يعطيك، وكله متوفر اونلاين يعني. بس هذا الشيء ما يمنع المعلومه اللي ذكرها دكتور سامر انه احنا لازم دائما ناخذ بنظر الاعتبار انه الشخص اللي واقف مقابلك مقابل الديسك مالتك هو شخص ما عنده اي معلومه دوائيه، لازم دائما هاي تحطها يعني مثل ما يسموه بالنرويجي ورا راسك هاي المعلومه، لازم هاي دائما تحطها ورا راسك، دائما تفكر بها انه الشخص مقابلك ما يعرف اي معلومه، ابدي من الصفر وياه. شفت يعرف اقمز اقمز نقاط اقمز نقاط الى ان توصل للمستوى اللي المستوى مالته. اسف المقاطعه دكتور، بس اكو فقره كلش مفيده حقيقه بالنسبه بالعراق، انه الصيدلي ممكن يقرأ المعلومة بالإنجليزي وممكن يترجمها للعربي بحيث المريض ما يقدر ما يحصل المعلومة بسهولة، لأنه ما عندنا مصادر عربية متوفرة للمريض حتى يقدر يستعين بها، عكس هنا مثلا بأمريكا وأكيد يمكن بالنرويج أكو مصادر باللغة ممكن أنه المريض يرجع لها ويتعلم بعض الأشياء اللي ما يشوفها من الصيدلي. لكن بالعراق أكو فرصة كلش كبيرة أنه الصيدلي يقدر يعني ينقل هاي المعلومات بشكل مبسط للمريض بحيث المريض يفتهمها، لأن المريض أعطيه هسه أي شيء معلومات بالإنجليزي ما راح يقرأها، ما يعرف يقرأها، ومع احترامك وحتى صادر يعني ما يقرون كتب، يقرون بس محاضرات، فما متعلمين على هاي الفكرة. فلابد أنه يعني نتعلم أن نقرأ الكتب ونتعلم أنه شلون نوصل للمعلومة قبل ما نحفظ المعلومة شنية. وهذا الشيء أنا شفته هواية حقيقة مع الأسف، هذا جزء من موضوع مشكلة التدريس بالعراق، أنه إحنا نريد انه الصيدلي يفتهم يعرف شلون يوصل المعلومه، مو مهم انه يحفظ. انا كنت بالكيمياء الصيدلانيه كنت اشوف انه هوايه اساتذه بالاختصاص شلون يطلبون الستركتشر انه ينحفظ بشكل كامل، يعني شنو فائده ان تحفظ الستركتشر مثلا وهو يعني بالاخير ما راح تستفاد من عنده بالتطبيق، انت تعرف شنو الفائده من هذا الستركتشر، ايش راح يؤدي لك مثلا.
كمثال. فإذا لابد أنه نفكر أنه نغير أساليب التدريس. الهدف أنه مو أنه تحفظ المعلومة بقدر ما أنه شلون تعرف تستخدم المعلومة وشلون توصل لهاي المعلومة. والمصادر توفرت، يعني ما معقول. أنا هسه قبل شوي ذكرت اقتراح كلش حلو، النقابة ممكن توفر كل سنة أو سنتين ويا تجديد سي دي أو مصدر أو موقع للصيادة اللي يقدرون ينزلون بي references يقدرون يستفادون معها. وهذه فري موجودة في العراق، مثل هنا لازم تشتري كتاب أساسا، هناك فري موجودة ينزلون داونلود انتهى الموضوع. بس هو يعني تكون centralized حتى يكون الـ يعني الكل يكون عنده نفس الوعي ونفس الفكرة. يعني أنا أسف إحنا غيرنا الموضوع شوية نوعا ما، بس يعني دكتور علي صوتك كم راح؟ دكتور سامر إن شاء الله إحنا كنقابة ساعين جادين بهذا الاتجاه، وإن شاء الله الأيام القادمة راح يكون فد انطلاقة كبيرة بموضوع الدورات المهنية، موضوع القوانين وتدريس الزملاء، وكذلك امتحان راح يكون لكل من يريد يزاول المهنة من الزملاء الأعزاء. وإن شاء الله ما أوضحت اليوم بمحاضرتك راح نستفاد من عنده ونطبقه.